السلام عليكم. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع لطيف كده، اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكتس. فده موضوع من المواضيع اللي فهمنا لطريقه التفكير فيه بيغير جامد وجهه نظرنا للمرض ككل. فتعالوا نتكلم عليه النهارده ان شاء الله. اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكتس هو اسينشلي هو نفس المرض لما بنعوز نقول ايفي كانال او اندوكارديا دكشن ديفكتس، فهو نفس الشيء. فهو مرض مش رير، حاجه زي 3% من عيانين الكونجيت هارت ديزيز بيبقى عندهم ايفي كانال. اكتر من شويه من نص العيانين عندهم بارتشر كانال. هنتكلم شويه كمان شويه يعني ايه بارتشر، انما دي حاجه عدد مش قليل من العيانين بيبقى عندهم. في علاقه وطيده كده بين الداون سيندروم والإيفي كانال. ف حوالي تلت عيانين الداونز بيبقوا عندهم كومبليت كانال، وواحد من 20 عيان داونز عنده بارشال كانال، وبالتالي البوسيبيليتي بتاعه الداون سيندروم ان يبقى كومبليت كانال هي كونسيدربلي اكتر من انه يبقى بارشال كانال انما لسه موجوده. اون ذا اذر هاند بقى العكس، نص عيانين الكانال عندهم داونز، وبالتالي هي حاجه في علاقه جامده بينهم، والواحد توتالي جاستيفايد ان العيان يبقى عنده داون سيندروم انه يعمل روتين ايكو، علشان في بوسيبيليتي مش قليله انه يطلع عنده كاردييك ديفكت بشكل عام. في طبعا كاردييك ديفكتس غيرها، انما اشهر حاجه بتحصل فيهم هي الافيازيا والايفي كانال. واحيانا الايفي كانال بغض النظر بقى كونهم داونز او لا، وارد انه يبقى اسوشيتد كمان معاه تترايج الفالو، حاجه زي واحد من كل 10 عيانين كانال هو كمان عنده فالو. ف تعالوا نسيب باك كده ونتكلم شويه على النورا ماتوني، علشان هيبقى فيه ليها امبليكيشنز جامده الفرق بينها وبين اللي بيحصل في الـ في الـ في الكانال. فاحنا دلوقتي عاملين ازاي؟ ده نورمال هارت، احنا شايلين الاتريا والجريت ارتريز وباصين من فوق، فيبقى كده انتير كده بوستيرير كده رايت وكده ليفت. دي صوره دياستوليك ودي صوره سيستوليك. هنا عارفين نشوف انه عندنا اثنين فالفز، ايفي فالفز اللي هم مايترال فالف وتراكسبت فالف، صح؟ اللي هم بيفتحوا من الاتريوم فالف. و الاورتيك فالف ويدجد ان بتوين الاثنين فالفز دول، اوكي؟ و في اورتو مايترال كونتينيوتي، صح؟ بعدين في شويه كرايتيريا كده للفالفز ديت. ف لو ده مايترال فالف اللي هو على ليفت سايد، شايفين انه عنده انتي مايترال ليفلت وبوستي مايترال ليفلت. الانتي مايترال ليفلت الاريا بتاعتها كبيره، انما هي ماسكه في جزء صغير من السيركمفرنس، حاجه زي تلت السيركمفرنس، انما الاريا بتاعتها الهايت ده بالاريا تبقى كبيره اكتر كتير من البوستي مايترال ليفلت اللي هي الهايت بتاعتها تبقى قليله قوي، انما هي ماسكه في جزء كبير حاجه زي تلتين السيركمفرنس. بس كمان فاحنا دلوقتي شايفين هنا في كومشر وهنا كومشر، دول تراي بونز. فالانتيو مايترال ليفلت دي وكانها باصه ناحيه الاورتيك فالف، صح؟ ال في او تي هيبقى كده، لو انا حطيت ايدي كده هبقى في ال في، وبالتالي تقريبا نص الانتيو ليفلت ديت هو الدايركشن بتاعها ناحيه الاورتيك فالف، صح؟ عندنا هنا تراكسبت فالف اللي هو ثلاثه ليفلتس، و في هنا منطقة صغيرة اسمها ممبرين السبتم، اتكلمنا عليها كتير لما كنا بنتكلم على الفي اس دي. بس دي ده كات سكشن كده، و شبه شوية يعني 3 تشيمبر فيو بتاع الايكو، فده ليفت اتريوم ليفت فنتركل اورتا، وباين هنا ده كده الانلت بتاع ال في وده كده الاوتلت بتاعه. فعارفين نقول انه الانتيريو مايترال ليفلت اللي هي دي بتفصل بين الانلت والاوتلت بتاع الالفي. فشبه الصوره دي قوي السبيسيمن دي، صح؟ اللي هو هنا نفس المنظر انما على سبيسيمن. فده مايترال فالف، تراكسبت فالف، ده اورتا، ده الوول بتاع الاتريوم، هو بس عشان مقصوص عالي شويه. لو فضلنا نقص هنا كتير
هنوصل لل اورتو مايكرا كونتينيوتي، مش هيبقى في مصل في المنطقه دي. كويس، وشايفين البوزيشن بتاع الاورطه الويدجد ان بتوين الاثنين فالفز. طيب ده منظر اجان سبيسيمن شبه الفورتشن ريفيو بتاعكم. ف رايت اتريوم رايت فنتريكل، ليفت اتريوم ليفت فنتريكل، وبالتالي الصمام اللي بين رايت اتريوم ورايت فنتريكل اللي هو تراكاستيك فالف، حتى شايفين له سبتال اتاتشمنتس، صح الكوردز بتاعته اتاتشت في السبتا، وده الميترال فالف اللي هو بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل، وشايفين ان هو رايح اتاتشت في البابيلاري ماسلز مش في السبتم، صح؟ كويس. فالتراكاستيك فالف ليه سبتا اتاتشمنت والميترال ملوش. انما كمان عارفين ابريشيت انه الانيرس بتاع كل فالف عند السبتم على مكان مختلف، على ليفل مختلف، صح؟ فالتراكاسبت فالف الاتاتشمنت بتاعته بتاعت الانيرس اقرب للايبكس من الميترال، صح؟ وبالتالي عارفين نقول انه دول تو سيبريت فالفز تو سيبريت جنكشنز حتى بالاماره على ليفلز مختلفه. وقعدنا نتكلم بقى انه المسافه بينهم فيها الممبرن السبتم، وقعدنا نتكلم بقى ان الممبر السبتم ده اتريو فنتريكولار وانتر فنتريكولار وحاجات كده في الدي اس دي، مش هنعيد المحاضره دي. طيب ده منظر شبه قوي ال باراستينولوج اكسس فيو بتاعكم، صح؟ فيبقى ده ليفت اتريوم ميترال فالف ليفت فنتريكل اورطه، وده كات سكشن في الار في او تي. احنا اتفقنا انه ال في او تي والار في او تي they cross each other، صح؟ فلو هو بيعملوا كده فيبقى لو ده ال في او تي ده ار في او تي، لو انا خدت فيه كات سكشن هيبقى مدور وكان الار في جاي كده، ماشي. فاحنا هنا عايزين نقول ايه بقى؟ انه لو رسمنا خط من البوستيريور ميترال انيرس لحد ال في ايبكس، هيبقى طول الخط ده قريب قوي من الخط اللي من ال في ايبكس ده للاورت كانس، وبالتالي قادرين نقول انه بالشبه كده الانلت بتاع ال في تقريبا طوله قد الاوتلت بتاعه. كويس؟ ماشي. احنا هنا عاملين ايه؟ شايلين الفري وول بتاع الرايت اتريوم والرايت فنتركل وباصين على السبتم، وبالتالي ده الانتر اتريال سبتم فوس اوفال سي، وده الانتر فنتركلر سبتم، وفي النص التراكاسبت فالف. كويس؟ كان في هنا مثلث كده مشهور اللي هو الترينجل كوك، يتكون من ال تنر سودان اللي هو ده السيكن فالف اللي هو يعني فايبرس فالف كده على الاوستيوم بتاع الاي بي سي. لو شدينا عليه بيلاقي فيه فايبرس ستراكشر اللي هو تنر سودان اللي هو ده، وده الاتاتشمنت بتاع سيبتا ليفلت، وده الكورونري ساينس الاوستيوم بتاع الكورونري ساينس. فلو ده مثلث الايبكس بتاعه فيها الايفي نود، ده مثلث يقع في الفلور بتاع الرايت اتريوم. كويس؟ فالايبكس بتاعه فيها الايفي نود، وايميديتلي قدامها في الممبرن سبتم اللي كنا بنتكلم عليه. الممبرن سبتم دي هي جزء صغير في اتريو فنتريكل او انتر فنتريكل بورت، انما ليها اهميه جامده كده انه البندل اوف هيس هي فيري كروسلي ريليتد لهذا الممبرن سبتم، وبالتالي يبقى ده الايفي نود، وبعدين بيطلع منها باندل اوف هيس اللي هي الطريقه الوحيده للكهرباء تعرف تمشي من الاتريوم للفنتركل في الظروف الطبيعيه. طيب فده ريفيو كده سريع للنورمال اناتومي والحاجات اللي تهمنا فيه علشان لما نيجي نتكلم على درس الكنال. فايه هو بقى الايفي كنال او اتريو فنتركلر سبتال ديفكت؟ من اسمه كده في اتريال سبتال ديفكت وفنتريكولار سبتال ديفكت. تعالوا نقطه تفاصيل شويه. فعنده اتريال سبتال ديفكت اي اس دي، انما برايمام اي اس دي اللي هو فيه ديفكت في اكتر حته من الاتريال سبتم قريبه من الايفي فالفز، صح؟ وفي انلت في اس دي اللي هو فنتريكولار سبتال ديفكت فاكتر حته من الفنتريكولار سبتا اجان قريبه من الايفي فالف. فيبقى عيان عنده اي اس دي وعنده في اس دي، وبما ان الاثنين دول
مقابلين بعض، فالايفي فالفز مش بينفع يتقسم في النص، فبيتحول ل كومن ايفي جنكشن. في بعض العيانين الفي اس دي تقفل بشكل او باخر، هنتكلم كام شويه، وم يفضل عنده بس الاي اس دي والتشينجز اللي بتحصل في الفالف. نادرا نادرا ينفع يحصل، انما نادرا الاي اس دي تقفل وتفضل في اس دي مفتوحه، يفضل برضو اسمه اي في سيبتال ديفكت. اوكي، نادرا جدا ما الاي اس دي تقفل والفي اس دي تقفل الاثنين ويفضل اسمه اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت. وبالتالي الدرس ده مش معناه عيان عنده اي اس دي وفي اس دي، عشان لو كان عنده، لو في عيان عنده مثلا سكندم اي اس دي وبيري ميمنس في اس دي وايزوليتد كريفت مايترال، ده ما يخليهوش برضو ايفي كانال. ايه بقى الايفي كانال؟ الهول مارك بتاع الايفي كانال ان عنده كومن ايفي جنكشن، يعني الجنكشن بين الاتريا والفنتريكل هي واحده، واحده سبورتنج كله الاثنين اتريا والاثنين فنتريكلز. وبالتالي ما نقدرش نقول بقى على فكره ده شكله مايترال وده ترايكاسبيد، الترايكاسبيد اقرب للايبكس، ما فيش كده، هو جنكشن واحد وليه توزيع ليفلت نتكلم عليها كمان شويه، وده الهول مارك بتاع الديزيز. وبالتالي كل الحاجات اللي بتحصل بعد كده مترتبه على هذا الكونديشن. هم لو في عيان عنده زي ما قلنا كده اس دي وفي اس دي، الفي اس دي بتاعته كبيره نون ريستريكتيف، نسميه كومبليت اف اس دي. لو الفي اس دي دي قفلت وفضل عنده بس الاي اس دي، يبقى بارشال اي في اس دي اللي احنا قلنا اكتر من نص عيانين، صح؟ لو في عيانين عندهم ريستريكتيف في اس دي نسميه ترانزيشن اللي هو في النص. هي الفي اس دي يعني ايه ريستريكتيف ونون ريستريكتيف؟ يعني ايه؟ نعم؟ كويس قوي. يبقى في ايكولايزيشن للبريشرز ولا لا؟ هل الفي اس دي كبيره كفايه سو ذات ات داز نوت ريستريكت بلاد فلو اكروس؟ وبالتالي ده معناه انه لو البريشر في الليفت فنتركل عالي عشان السيستم فاسكولار ريزيستنس عاليه، ده معناها ان البريشر هيبقى في الرايت فنتركل كمان عالي، وبالتالي البلمونري ارتري بريشر عالي. واتفقنا انه عشان يبقى الفي اس دي نقول عليها ريستريكتيف، معناه انه في سيجنيفيكانت بريشر دروب اكروس ات، ومساعتها البلمونري ارتري بريشر يبقى قليل، اقل بكتير من السيستميك، اقل من نص السيستميك او كده اوربيتال سيستميك. وبالتالي لو العيان عنده في اس دي كبيره نون ريستريكتيف نسميه كومبليت كانال، لو ما عندوش في اس دي خالص نسميه بارشال كانال، لو عنده في اس دي ريستريكتيف يعني صغيره يبقى بالتالي البلمونري بريشر بتاعه قليل، يبقى نسميه ترانزيشنال كانال. على كل الاحوال ريجارد للسجود اي اس دي او في اس دي او عدم وجود الاثنين، وارد جدا انه نفضل نسميه هذا المرض علشان عنده كومن ايفي جنكشن. ومع ان بعمل كده هو اكشلي عنده برايمم اي اس دي، فعنده اتريا سيبتال ديفكت في اوطى حته من الاتريا سيبتال، وانلت في اس دي اللي هو في اس دي فالحته من الفنتريكولار سيبتم اللي يا دوب تحت الايفي فالفز، وبالتالي هنا دم ينفع يعدي وهنا دم ينفع يعدي. وبما ان الاتريال والفنتريكولار سيبتم دول ما وصلوش وقابلوا بعض، هيفضل الايفي فالفز ده ما يعرفش يتقسم. على فكره الستيج بتاعت الايفي كانال دي هي ستيج عاديه في ديورنج الفيتال ديفلوبمنت، هو في العينين دول هو بيقف عند المرحله دي، وبالتالي البروسيس بتاعت الاندوكارديكاشن ديفكت. فلو في عيان عنده سكندم في اس سكندم اي اس دي وبيري ميمبرانس في اس دي، ما عندوش المرض ده، صح؟ عشان ما عنده ستيل اثنين سيبريت جنكشنز، انما ده عنده كومن ايفي جنكشن. فدي صوره ثانيه اجين مبينه البرايم اي اس دي الانلت في اس دي والكومن فال. هو ده اصلا ما ينفعش اقول انه في مايترال تراكاسبيد، صح؟ ما ينفعش هنا اقول مين فيهم اقرب للايبكس عن التاني، مش كده؟ فلو عنده سكنه ما اس دي هتبقى في حته غيرها، غير البرايم اس دي اللي ممكن عليها. فاكرين لما كنا بنقول
البني ادم الطبيعي عنده 2 اف جانكشنز ميترال وترايكاسبيد على ليفلز مختلفه حاجات كده. بصوا يعني الكلام بيعمل كده. واحنا دلوقتي عاملين ازاي؟ شبه الصور اللي فاتت شايلين الاتريا والجريت ارتريز وبصين من فوق كده رايت اتريوم وكده ليفت اتريوم. لو انا حطيت ايدي كده هدخل رايت فنتركل، لو حطيت ايدي كده هدخل ليفت فنتركل. دول مش صماميين صح؟ ده دي جانكشن واحده موصله الاثنين اتريا على الاثنين فنتركلز. وبالتالي لما كان في 2 فالفز والاورطه ويدج ان بينهم، هو لما بقى جانكشن واحد هي الاورطه بقت ان ويدجد صح، واضطرت تبقى مرحله انتيرير، فتبقى الاورطه ديت اللي كانت المفروض تبقى هنا هي بقت ان ويدجد وديسبليسد انتيريرلي علشان مفيش مكان تدخل فيه علشان ده بقى كومن جانكشن. تعالوا نبص على عين شبه كده من تحت. احنا دلوقتي بصين من فوق من الاتريال سيرفيس صح، تعالوا نبص من الفنتريكولار سايد. فده منظر وكاننا واخدين كات سكشن في الاثنين فنتريكلز وبصين من تحت، شبه قوي صور الشورت اكسس سب كوستال. فيبقى هنا كده ليفت فنتريكل، هنا رايت فنتريكل، ده كان المفروض يبقى فنتريكولار سيبتم، كان المفروض يقابل بعضه فهو مش مقابل بعضه عشان في ديفكت الفي اس دي صح. ويبقى احنا ده الكومن فالف اللي باصين عليه من تحت، ويبقى عنده هنا 2 بابيلاري ماسلز. ال في او تي هنا فين؟ هنا كده صح، هو ويدجت ان ويدجت وديسبليسد انتيريرلي. طيب تعالوا نتكلم شويه على الفالف ده. احنا دلوقتي باصين من الاتريال سيرفيس تاني، يبقى كده رايت فنتريكل كده ليفت فنتريكل، وده الاورط. وما احنا قايلين نقول انه هو ده فالف واحد وجاردد ب حاجه زي 5 ليفلتس، وبنسميهم ال سوبر بريدجنج ليفلت انفير بريدجنج ليفلت. هو هنا الكريست بتاع السيبتم فين؟ مش كده رايت فنتريكل كده ليفت فنتريكل، فالانتر فنتريكل سيبتم تحت صح، عامل كده وكانه عامل كده، وده ديفكت مش كده. قوم يبقى دي ليفلت بتبريدج الكريست بتاع السبتم من الشمال لليمين صح، ويسموها بريدجنج ليفلت. ليه سوبيريور بقى مش انتيرير؟ لما شكل بتوع الامبريولوجي بيسموا الحاجات الانتيرير يسموها سوبيريور، فيعني شكليات. فيبقى فدي السوبير بريدجنج ليفلت ودي انفير بريدجنج ليفلت، اللي احنا قصدنا ده انتيرير ده بوستيرير. ويبقى على الناحيه الشمال في ليفلت هنا ناحيه الفري وول، فالحاجات اللي ريتد للوول نسميها ميورال، وبيبقى ليفت ميورال وزيها رايت ميورال، وفي رايت انترا سوبيريور. ويبقى احنا عندنا 5 ليفلتس لهذا الكومن فالف اللي هم سوبير بريدجنج ليفلت انفير بريدجنج ليفلت رايت ليفت ميورال رايت انترا سوبيريور رايت ميورال. كويس. طيب لو احنا خدنا كات سكشن كده وبصينا من الجنب، يعني وكاننا شلنا الفري وول بتاع الرايت اتريوم والرايت فنتريكل وبصينا على السبتم، فده اتريال سبتم ده فنتريكولار سبتم، هم قادرين نقول انه الاتريال سبتم ده اخر حته تحت ناحيه الايفي فالف عندها ديفكت اللي هي البرايم اس دي. وبعدين لو ده فنتريكولار سبتم وده فالف في ديفكت تحته، لو انا عديت هنا هدخل ليفت فنتريكل، قوم يبقى عنده انلت في اس دي، وده الايفي فالف اللي هو هنا هيبقى سوبر بريدجنج ليفلت وانفير بريدجنج ليفلت صح. طيب فاكرين المنظر دوت؟ دي الصوره اللي فاتت اللي هو سوبر انفير بريدجنج ليفلت رايت ليفت ميورال رايت انترا سوبر رايت ميورال. لو افترضنا انه السوبر بريدجنج ليفلت راحت لزقت في الانفير بريدجنج ليفلت وهما الاثنين نزلوا تحت لزقوا في الكريست بتاع الفنتريكولار سيبتم، مش السيبتم اللي كبرت العلوم، بيفضل السيبتم في ديفكت، انما الاثنين لزقوا في بعض، نزلوا لزقوا في الكريست بتاع السيبتم، وبيحصل ايه؟ يحصل كده
ده ايه؟ هو نفس الاي في جنكشن كومن واحد صح؟ كان عنده سوبر بريدج ليفل انفير بريدج ليفل ثلاث نيورال رايت انترو سوبيريور رايت نيورال عادي جدا اورتا ان ويدجد منه يعني دخلت كده رايت فنتركل دخلت كده ليفت فنتركل هو نفسه صح؟ انما الاثنين لزقوا في بعض ونزلوا تحت لزقوا في الكريست بتاع السيبتم اللي احنا شايفينه هنا. حصل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هو لسه كومن جانكشن صح؟ ده ما ينفعش اقول ان هما صمامين واحد اعلى من الثاني وهما بس لزقوا في بعض لزقوا في السيبتم صح؟ قوم يبقى الكومن جانكشن ده بقى فتحتين صح؟ في فتحه منه بتخش رايت فنتركل والفتحه الثانيه بتدخل ليفت فنتركل قوم يقولوا عليه كومن اي في جانكشن وذ تو سيبريت اورفيسز. هو يعني هو الوصف اللي احنا لسه شايفينه ده صح؟ هو لما الفنتريكلز كونتراكت الفالفز بتقفل صح؟ هو لما الفالفز هتبقى قافله هل هبقى في كوميونيكيشن بين الاثنين فنتريكلز؟ تاني هو لسه الفنتريكل في حته ناقصه صح؟ بس الفالف نزل تحت قفل فدلوقتي بقى كل الكوميونيكيشن فوق الفالف صح؟ لو في كوميونيكيشن فوق الفالف بين الاثنين اتريا يبقى اسمه ايه؟ اس دي اتريا سيتل ديفكت اللي هو برايما اس دي اللي اتفقنا عليه صح؟ هل دلوقتي ينفع نقول ان العيان ده عنده في اس دي؟ الصراحه لا. هو ايه الديفينيشن بتاع في اس دي؟ في كوميونيكيشن بين الاثنين فنتركلز يعني في السيستول ينفع دم يعدي من الفنتركل الثاني. هل هنا ينفع في السيستول دم يعدي من الفنتركل الثاني؟ لا. فعلما انه الكريست بتاع السبتم بيبقى ناقص منه حته لسه ما بقاش في كوميونيكيشن بين الاثنين فنتركلز. ولو في عيان السوبر بريدجنج ليفت لزقت في الانفير بريدجنج ليفت هما الاثنين لز ولزقوا في الكريست بتاع السبتم نسمي ده وما بقاش في اي ديفكت خالص بين الاثنين فنتركلز نسمي ده بارشال كانال. كويس؟ لو البروسيس بتاعت ان الاثنين ليفلتس دول نزلوا لزقوا في الكريست بتاع السبتم ما تمتش توتالي وفضل منها فتحات صغيره يبقى اسمه ترانزيشنال كده علشان كونها فتحه صغيره هتبقى ريستريكتيف يعني في ريستريكتيف فلو بين الاثنين فنتريكلز قوم يبقى ترانزيشنال اللي هو في النص صح؟ هل ده غير طبيعه ان ده كومن اي في جنكشن؟ لا. هل غير شكل الفنتريكلر سيبتم؟ الصراحه لا. هو الفالف اللي نزل له. هل ده غير طبيعه ان الاورطه ديسبليسد انتيريرلي وان ويتشد؟ لا خالص. انا ليه الفرق يعني ليه بنعتبره شخص مختلف؟ عشان الفسيولوجي بقت مختلفه قوي 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 صح؟ ما بقاش في دم ينفع يعدي في السيستول من فنتركل للتاني ببريشر عالي عالي البي بريشر حاجات كده صح؟ قوم يبقى ساعتها الفسيولوجي بتاعه بيبقى قرب قوي من كونه اي اس دي مش كده؟ تعالوا نبص على عيان ال بارشال اي بي اس دي ده من الناحيه اليمين زي ما كنا بنعمل المره اللي فاتت. فده الاتريا سيبتم ده فنتركلر سيبتم احنا شايلين الفري وول وبصين للناحيه اليمين قام عنده برايمم اي اس دي. هنا ما بقاش عارف اقول ان عنده انلت في اس دي صح؟ علشان الاثنين ده السوبيرو وده الانفير بريدجنج ليفلت لزقوا في بعض ولزقوا في الكريست بتاع السيبتم. هل الكريست بتاع السيبتم طلع له؟ لا لسه تحس انه متاخد منه حته صح؟ انما في السيستول الدم ما بيعرفش يعدي تحت الفالف مش كده؟ المنظر ده بتاع الكريست بتاع السبتم يسموه سكوبد اوت. يعني ايه سكوبد اوت؟ وكان حد كده مسك عارف الراجل بتاع الايس كريم خد المعلقه بتاعته ديت خد بوله كده هذا الايس كريم بقى سكوبد اوت صح؟ يعني اتاخد منه حته. قام في الكومبليت كانال بيعمل كده صح؟ علشان في انلت في اس دي. في البارشال كانال بيفضل عامل كده بيفضل الانلت جزء بتاع السبتم ما فيهوش مصل متاخد منه حته برضه فبيفضل سكوبد اوت. هو بس اللي حصل ان الفالف نزل له فما بقاش فيه كوميونيكيشن وبالتالي ما بقاش فيه بلاد فلو وبالتالي الفسيولوجي ترتب على كده ان ما بقاش فيه في اس دي انما بيفضل المورفولوجي عامل كده. كويس؟ تعالوا نركز شويه في موضوع الاي في فالف ده. حد كده يفكرني هو كان ايه البارشال اي في كانال ده؟ البارشال اي في كانال ده كان
برايميز دي وكليفت مايترال مش كده ولا باينه يعني اي حد يعني عدى على الكونجنتال عارف المعلومه دي مش كده. طيب تعالوا نبص على هذا الكليفت مايترال. فده المنظر النورمال شبه الصور الاولانيه اللي شفناها. ده مليان نورمال ما عندوش حاجه شايلين الاتريا والفنت والجريت ارتريز باصين من فوق وبيبقى ده مايترال وده ترايكاسبيد ده اورطه ويدجد ان بتوين ذم انتي مايترال ليفلت ماسكه في ثلث السيركمفرنس ليها اريا كبيره بوستي مايترال ليفلت ماسكه في ثلثين السيركمفرنس الاريا بتاعتها اصغر الانتي مايترال ليفلت باصه ناحيه الاورطه فاكرين كل الحاجات ديت صح؟ ده عند الانف ريجاردز بقى بارشال ولا كومبليت ولا كده صح؟ ما احنا اتفقنا ان هو المورفولوجي بتاعهم رايقهم بعض. بقى عنده كومن جنكشن بقى سوبيريور ليفل في بريدجنج ليفل في بريدجنج ليفل ميورال وانتو سوبيريور وهكذا خلاص؟ الاورطه بقى انوجد. دلوقتي عايزين نتكلم على الليفت اي فالف. هو احنا بنقول انه ده فالف في كليفت في المايترال فالف دوت صح؟ طب احنا عايزين هنا نتفق انه هو ده مش كليفت وده الصراحه مش مايترال. ازاي مش مايترال؟ ما هو يعني يعني هي دي كانها الانتيريور ليفلت اللي هي دي وهي فيها كليفت فاحنا هنقفله مش كده؟ تعالوا انا نشوف كده هو لو في عيان عنده صمام عامل زي كده واحنا قفلنا الشيء ده بافتراض ان هو كليفت هو ساعتها هيبقى دي الانتيريور ليفلت صح؟ هل دي ماسكه في ثلث السيركمفرنس؟ دي ماسكه في كتير قوي من السيركمفرنس صح؟ حاجه زي 5 على 6 من السيركمفرنس ولا حاجه كده جزء كبير جدا من السيركمفرنس. يا ترى الدايركشن بتاع هذه الليفلت ناحيه الاورطه؟ الصراحه لا هي ناحيه السبتم. الصراحه هي دي اصلا مش ليفلت مش مش مش, مش نفس الليفلت صح؟ ده دي كانت ليفلت وليفلت غيرها وكانوا كروسنج بعض واحنا بس لزقناهم مش كده؟ فهو ده الصراحه ما ينفعش نقول عليه مايترال قوي. تعالى اقول لكم على حاجه. هو لو في كليفت في ليفلت يعني ايه كليفت؟ يعني كانها مشقوقه مش كده؟ كانه شق فلو ده هل انا دلوقتي بقول ان مفيش حاجه اسمها كليفت مايترال؟ لا لا في حاجه اسمها ايزوليتد كليفت مايترال مش بتاعت الايفي كانال، الايفي كانال دي حاجه غيرها خالص، اوكي؟ يعني ايه ايزوليتد كليفت مايترال؟ يعني واحد يبقى عنده مايترال عادي ويبقى عنده كليفت مشقوق فيه، مشقوق في النص. تفتكروا لو هو في كليفت الدايركشن بتاع الكليفت ده هيبقى ناحيه ايه؟ ناحيه الاورطه، ناحيه الال في او تي مش كده؟ ناحيه الاورطه. انما ده اصلا مش بص ناحيه الاورطه هو بص ناحيه السبتم بلو ما كان كروسنج الناحيه الثانيه ده الاورفيس بتاعت الصمام اللي المفروض تفتح كده مش كده؟ طيب لو ده كليفت هو يا ترى الكوردز اللي ماسكه في الليفلت دي متوزعه ازاي؟ البرايمري كوردز بتبقى متوزعه على الفري ايدج مش كده؟ يعني لو انا بصيت على الصمام ده هلاقي فيه كوردز ماسكه كده كده هنا 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 الكليفت ده مش هيبقى فيه كوردز صح؟ علشان هو حاجة مشقوقة جوه الصمام والمنطقة دي ما بيبقاش فيها برايمري كوردز صح؟ ممكن يبقى في واحد سكند كورد او كده بس مش متوزعة على الايدج دوت. انما احنا هنا هو ده عيان عنده كوردز هنا بالامارة ده كان الفري ايدج بتاع الليفلت اصلا صح؟ وبالتالي ولا الدايركشن بتاع كليفت ولا توزيعة الكوردز اللي عليها تخلينا نقول ان ده كليفت في الصمام. ده اكشلي كان الفري ايدج بتاع النصين دول. وهي حاجه الصراحه تكنيكالي مش صح قوي ان احنا نقول عيان البارشال كنال عنده كليفت مايترال فالف عشان هو الصراحه ولا كليفت ولا ده اصلا مايترال حتى لو قفلناه ما بقاش مايترال مش كده؟ يعني هنا ما ينفعش حد يقول لي اصل هو في مثلا برولابس ولا وات ايفر في اي 1 بس بي 2 هو ده فين هنا اي 1 وبي 2 كده يعني ما فيش خالص صح؟ بس مام مختلف شكله غيره صح؟ خالص. أنا دلوقتي أنا معترض على موضوع كليفت مايترال ده، هو اسمه الصح بقى إيه؟ هو الزون أوف أبوزيشن بتوين ذا ليفت كومبوننت أوف ذا سوبيريور بريدجنج ليفلت أند انفيريور بريدجنج ليفلت أوف ذا كومن إيفي فالف. فإحنا بقى علشان ما نقولش هذا الباراجراف كل مرة نيجي نتكلم مع بعض، فبنقول كليفت مايترال وإحنا عارفين إنه اللي إحنا بنقوله ده مش دقيق قوي. خلاص؟ فلما بنقول كليفت مايترال واحنا متفقين ان دي معلومه غلط ان احنا بنقولها للسهوله
فعلشان اذروايز هنعوز نقول جمل طويله قوي كده. فده نورمال ميترال عنده انتير ليفلت بوستير ليفلت وبصه ناحيه ال ال في او تي، وده ايفي كانال حاولنا نظبط نفس الاورينتيشن. يعني هنا كده كان الاتريال سيبتم هيبقى هنا صح، وهنا الاورطة. فده كده لو ده هنا الاورطة والاتريال سيبتم هيبقى هنا، هيبقى ده الجزء الليفت بتاع السوبير بريدجنج ليفلت، وده هنا الانفير بريدجنج ليفلت، وده اللي احنا كنا عايزين نسميه ليفت، وهنا ده الميورال ليفلت. وفي كنت سؤال يا حاتم، بس يعني ده هو ليه الناس اتصل علشان في الليفت اي فالف بنعوز نقفله في الجراحه، نادرا جدا جدا ما بنعوز نقفل الرايت اي فالف في الجراحه. ترجع للرسمه اللي انا برضه مش تراي كاسبيد ولا ده تراي كاسبيد ولا ده ولا هو في كليفت ولا حاجه، انما هنا هنلاقي مش بضروره نعرف نميز قوي هم 3 ولا 4 ليفتس اللي فاضلين، ونادرا جدا ما في الجراحه بنعوز نقفل هذا الكليفت. احيانا بنضطر نعمل كده انما اغلب الوقت ما بنحتاجش، فبنلاقي مفيش ديسكشن بتحصل في هذا الاتجاه قوي، علشان ما قلناش بقى هو لسه في كليفت ولا لا، قفلناه ولا قفلناه كله. يعني نادرا ما بنعوز نعمل كده، انما اغلب الوقت بنعوز نعمل حاجه مهمه للليفت. عشان البريجر يعني للموقف؟ اه طبعا. اه اوكي، مش عشان انا اكون يعني، لا لا خالص، علشان هو احنا لو انا عنده كومبليت كانال هو هيبقى في بريشر جامد على ناحيتين، انما لما بنعوز نعمل العمليه بتاعت الكانال اللي هو اسينشلي هنعمل سبتيشن، هنقفل الاس دي ونقفل الفي اس دي، بنعوز بشكل او باخر نقفل هذا الكليفت. هنتكلم كده كمان شويه. الرايت ايفي فالف ساعتها هيبقى مواجه ار في بريشر، الار في بريشر بعد قفل الفي اس دي هو هيبقى قليل قوي. معنى ذلك ان ممكن المشكله دي تواجهك لو انت بتعمل ده على الاليفيتد ترمينال. وارد جدا، وارد جدا. ساعتها بقى تعاني من ان ده سيم ميكانيزم. اه ساعتها بقى محتاجين نشوف هنعمل ايه بقى في الرايت ايفي فالف، واحيانا بنحتاج نعمل كده نادرا انما وارد بس. عشان البريشر يبقى عالي في الار في. فدي صور 3 دي ايكو اجين برضه مبينه انتير ميترال ليفلت واورطا، في حين ان ده سوبير انفير بريدجنج ليفلت والدايركشن بتاع الكليفت عامل ازاي. طيب في حاجه اسمها راستيلي كلاسيفيكيشن، بتتكلم على موضوع الاي في فالف ده وتقسيمته. فلو ده لو ده كومن اي في فالف سوبير بريدجنج ليفلت انفير بريدجنج ليفلت وميورال ورايت نيورال، وموارد انه السوبر بريدجنج ليفلت دي تروح تمسك في الكريست بتاع السبت. احنا دلوقتي هي دي كلاسيفيكيشن بتقول طريقه الاتاتشمنت بتاع السوبر بريدجنج ليفلت، كويس؟ علشان دي ليها كان ليها امبليكيشنز جراحيه مش بطاله. وموارد قوي انه نلاقي السوبر بريدجنج ليفلت رايحه تمسك جامد في الكريست بتاع السبت، وابقى عارف اقول هي هنا كده في حته الواحد ينفع يقسم فيها ديت لناحيتين من الصمام، علشان اوريدي في اتاتشمنتس واضحه من السوبر بريدجنج ليفلت للكريست على السبت. في اوبشن تاني انه السوبر بريدجنج ليفلت دي تروح تمسك في كوردز ماسكه في الرايت سايد بتاع ال فينتريكولار سبت، كويس؟ قوم يبقى الكوردز ماسكه في الرايت سايد بتاع الفينتريكولار سبت. وقد نلاقي ان السوبر بريدجنج ليفلت دي مش ماسكه في السبتم خالص كده وفري فلوتنج، والاتاتشمنتس بتاعتها هتبقى ناحيه هنا في بابيلاري ماسل والناحيه الثانيه ماسكه في ناحيه الفري وول. بابيلاري ماسل عاده في ناحيه الفري وول بتاع الرايت فنتركل، ولان مفيش اتاتشمنتس خالص بين السوبر بريدجنج ليفلت والكريست على السبت. احنا دلوقتي مش بنتكلم عن الفري بريدجنج ليفلت خالص، خلاص هنتكلم على السوبر بريدجنج ليفلت. و ليه التقسيمه دي موجوده؟ لا لاسباب جراحيه كده، يعني لو حد هيعمل سبتيشن بيحب يبقى عارف هو اوريدي الليفلتس دي سبتيتد ولا هو محتاج يفكر يا ترى هنا اقسمه فين، علشان لو هي فري فلوتنج كده واحنا محتاجين نقرر هنا نقسمه فين، انما هنا اوريدي القرار ده متاخد، هو الليفلت اوريدي مسك في الكريست على السبتم. وكان ليه امبليكيشن في واحده من التكنيكس بتاعه الكانال ريبير كده اللي هي سنجل باتش. احنا كل امانه نادرا هنا ما بنركز قوي في هذه الكلاسيفيكيشن، يعني عاده بنعمل التكنيك الثاني فمش بنركز قوي فان احنا نبقى عارفين المعلومه ديت بيفور هاند قبل ما ندخل. فدي ده منظر للبريدجنج ليفلتس ماسكه في الكريست على السبتم، هنا رايحه تمسك في الرايت سايد بتاع السبتم، ودي رايحه تمسك في الفري وول بتاع الرايت فنتريكل، والسوبر بريدجنج ليفلت دي فري فلوتنج. عاده المنظر ده بيحصل في لو كان الكانال كمان معاه فلو عينه الفلو كانال، عاده بيبقى عندهم راستيليسي. ف
الصور اللي فاتت دي كنا بنبص يعني من فوق يعني فيو جراحي شويه، ده منظر ايكو، وبعدين احنا باصين من تحت، ف ده صوره سب كوستال، فاحنا باصين وكانه شورت اكسس، فيبقى ده ال في وده السوبر ريجن ليفلت، ويبقى رايح يمسك في الكريست على السبتا، في حين انه هنا رايح يمسك على الار في سايد بتاعه، وهنا دي فري فلوتنج خالص والسبتا ما هو مش ماسك فيه. طيب تعالى اكلمكم شويه عن ال في او تي. فاكرين لما قلنا الانلت سبتم بيبقى سكوب داوت، مش كده؟ في حته كده مش موجوده من الانلت سبتم، وبيبقى الانلت بتاع عيان الكنال بيبقى اقصر كتير من الطبيعي، علشان هو في حته ما بقتش متاخده منه، بقت في حته متاخده منه مش كده، فبقى في حته مش موجوده، وبالتالي المنطقه دي هتبقى اقصر. انما كمان في نفس الوقت الاورتيك فالف اضطر يبقى ان ويدجد وديسبليسد انتيرير، فكمان بقى الاورطه ابعد، صح؟ والجزء بتاع السكوبينج ده خلى دخله ال في او تي اضيق، وبالتالي عيانين اللي عندهم ايفي كانال، والكلام ده بيحصل في الكومبليت انما كمان في البارشل. فاكرين في البارشل كانال هو السبتم ما بيطلعش، هو الفالف اللي بينزل له، وبالتالي بيفضل سكوبد اوت، صح؟ وبالتالي بيفضل الانلت قصير كده. ف يبقى الانلت بتاعه قصير از كومبيرد للاوتلت اللي هو هيبقى طويل قوي، اطول بكتير، انما كمان هيبقى نارو علشان هو اتزق لقدام، وبقى في حته الانلت سبتم دي بقت مضايقاه. معايين الاي في كانال ال في بتاعهم ال في او تي، ال في او تي بيبقى لونجر ونارور. نادرا معيان بيجي لنا كده عنده كانال عنده ال في اوبستراكشن، انما هو بيبقى عنده هو بيبقى بريديسبوزد، العمليات اللي احنا بنعملها وارد قوي ان هي تضيق هذا ال في او تي. هنجيب صور حالا في الريبير ان شاء الله، انما الواحد محتاج يبقى مركز. عيانين الاي في كانال محتاجين نشوف ال في او تي بتاعهم عامل ازاي، وارد قوي انه يبقى ضيق، خصوصا بعد العمليه، خصوصا بعد البارشال كانال. اما الناس زمان كانوا عندهم تخيلات جامده، فلما يلاقوا انه ده ال في انجيوجرام، ودي صوره ايكو شبهها نسبيا، دي باراسترنال لونج اكسس، فليفت اتريوم نزلت في الاورطه، او لما كانوا بيلاقوا انه الانلت قصير والاوتلت طويل شبه الوزه شويه، هم يبقى يقولوا عليها جوز نيك ابييرنس، اللي هو اساسا كان على ال في انجيوجرام، انما كمان بنعرف نجيب صورها شبه الايكو قوي يعني، مش كده؟ فهم يبقى موضوع الجوز نيك ابييرنس ده علشان كده ديسكريبنسي بتاع اللينث بتاع الانلت والاوتلت، ال في او تي بيبقى لونجر ونارور. اتفضل. ايوه ممكن حاجه تلبوريت اكتر. حاضر خلينا نقولها في ريبيرز. احمد بيسال على ليه الريسك بتاع الاي في تي اوبستراكشن في البارشال كانال اكتر من الكومبليت كانال، هنقولها في الريبير واحنا بنقول. حاضر ان شاء الله. طيب فاكرين الكوندكشن؟ فاكرين كان في ترانجل اوف كوخ اللي هو كان تندر اوف تدار وسبت الليفلت كوروناري ساينس قاعد فيه في نود طلع منه بندل وفيس يروح فاحنا هنا كده كان لو ده السبت الليفلت تندر اوف تدار هيبقى هنا، كوروناري ساينس رافلي هيبقى هنا، وده الايبكس بتاعها في في نود ينزل بندل اوف هيت، صح؟ ويبقى ده كده تراينجل مش كده؟ هو تراينجل هنا فين؟ مش موجود اصلا، صح؟ يعني المنطقه دي بقت فاضيه، يعني ما بقاش فيها تيشوز، يعني لما السمون بيفتح بيبقى هواء مش كده، يعني مفيش. هل ده معناه ان الاي في نود بقت ابسنت؟ لا، هي بس الاي في نود محتاجه تقعد في حته فيها تيشو يكون اقرب ما يمكن ما بين الاتريال سبتم والفنتريكولار سبتم، صح؟ قوم تبقى ديسبليست بوستيرير انفيرير، وساعتها ما بيبقاش اسمه ترانجل فراغ.
علشان هو الترينجل ده بقى مش موجود اصلا، حته فاضيه خالص صح، فيسموه نودال ترينجل اللي هو مكان ما الرايت سايد والليفت سايد بتاع الكومن ايفي فالف يقابلوا الكورونري ساينس اللي في النص خلاص. فيبقى المعلومه اللي عايزين نعرفها انه الايفي نود هيبقى ديسبليس بوستيرير انفيرير علشان ما بقاش فيه ترينجل في كوخ اصلا ينفع يقعد فيه. على وريك الصور. احنا دلوقتي عاملين ايه؟ نفس المنظر ده، شايلين الفري وول بتاع الرايت اتريوم رايت فنتركل، يعني ده اتريوم سبتم ده فنتركل سبتم، فاكرين ده المثلث اللي قلنا عليه ستا ليفلت تندر اوف تدارو كورونري ساينس اي في نود بيطلع منها بندل اوف هيس قريب قوي من الممبران سبتم، ويروح يمشي شويه البندل اوف هيس شخصيا قبل ما تتقسم رايت بندل برانش وليفت بندل برانش صح؟ وليفت بندل برانش تبقى على ال في سايد ورايت باند برانش تمشي ناحيه المودريتور باند كده وكذا. اوكي من ده المنظر اللي احنا كاننا عملنا بس زوم ان على الحته دي، فيبقى ده كده اتريا سبتم ده فنتريكولار سبتم. اجينا احنا شايلين الفري وول بتاع رايت اتريا ورايت فنتريكل اتريا سبتم فنتريكولار سبتم ده كده الانيوال ستراكاسبيد فالف ده التراينجل الكوخ اللي هو فالايبكس بتاعته والاي في نوت ايميديتلي قدامها ممبرن سبتم. بالأمارة هنا في حد منور نور من ال LV side فباين الترانسيومينيشن ان الحتة دي ممبرين وتحتها مصر صح؟ وميبقى ده الترانجل كو اللي هو الابكس بتاعته فيها EV node يطلع منها bundle of his علشان تمشي كده ناحية البيز بتاعت الميديا البابيلاري مصر وتروح بقى تقسم right bundle branch left bundle branch وهكذا. اوكي؟ يبقى الجزء ده هو ال non-branching bundle قبل ما يتقسم رايت وليفت باند برانش. طيب عن الكنال الحته دي كلها مش موجوده صح، وبالتالي الايفي نود اللي كانت قاعده هنا هي مضطره ترحل بوستيرير انفيرير وتعمل كده، ويبقى دلوقتي النون برانشنج باندل محتاجه تمشي على الكريست بتاع السبتم مسافه طويله قبل ما تبدا تتقسم بقى رايت وليفت باند برانش صح. وبيعمل كده وبيبقى الاي في نود مرحله بوستيرير انفيرير قريب قوي للكورونري ساينس مكان ما الرايت والليفت فالف بيقابلوا بعض بوستيريرلي، ويبقى النون برانشنج باندل بيمشي على الكريست بتاع السبتم مسافه طويله. الصراحه بيمشي على ال في سايد بتاع كريست بتاع السبتم على الناحيه الشمال بتاع كريست بتاع السبتم مسافه طويله قبل ما يتقسم. تفتكروا لو هنا كده هو ده عام بارشل كانال، انما لو كان كومبليت كانال والجزء ده فيه ديفكت واحنا عايزين نقفل بباتش، احنا الباتش دي محتاجين نخيطها في السبتم صح. هو امتى الواحد بيجي له كومبليت هارد بلوك؟ لو عورنا المين باندل اوف هيس ولا عورنا واحده من الباندل برانشز؟ لازم المين باندل اوف هيس مش كده قبل ما تبرانش، علشان لو عورنا الرايت باندل برانش بس الكهرباء هتنجح ان هي توصل من الاتريوم تروح للليفت فنتريكل وبعد كده اكروس الفري وول للرايت فنتريكل، فالكهرباء تعرف تعدي من الاتريوم للفنتريكل. انما لو المين باندل اوف هيس بقت انجرد هو دلوقتي الكهرباء مش هتعرف توصل خالص ولا رايت فنتريكل ولا ليفت فنتريكل ولا اي حاجه كويس. ام لما كان المين باندل اوف هيس هي الحته دي، لو كان عيان مثلا عنده بريمامنس في اس دي اللي هو في ديفكتيف هنا، فاحنا المين باندل اوف هيس هنا المسافه اللي الباتش بتقابل الباندل اوف هيس مسافه قصيره. انما لو في عيان عنده كومبليت كانال هو اكشلي الباتش محتاجه تمشي جنب النان برانشنج باندل مسافه طويله قوي، وبالتالي العيانين اللي عندهم كومبليت كانال هم اكثر عرضه انه بعد العمليه يجي لهم كومبليت هارد بلوك من عيان بيقفل مثلا بريمامنس في اس دي، علشان الكونتاكت بتاعنا بيننا وبين النون برانشنج باندل مسافه طويله قوي. فده فيو جراحي، لو احنا دلوقتي العيان نايم على الترابيزه ده راسه وده رجله، احنا فاتحين الرايت اتريوم بس من الرايت سايد، ويبقى ده الكومن اي في فالف، يبقى ده الرايت سايد وده الليفت سايد، حاطط ايدي كده اخش رايت فنتركل
وهنا ليفت فنتركل، ده الكريست بتاع السبتا، وكان المفروض يبقى في ترانجل اوف كوخ هنا، وبعدين ده مبقاش موجود، فالاي في نود راح حالة بوستيرير انفيرير في المنطقة النودال ترانجل اللي هي بين الرايت والليفت فنتركل عند كريست بتاع السبتا، وبعدين يمشي النون برانشنج باندل مسافة طويلة على كريست بتاع السبتا قبل ما يدي بقى ليفت باندل ورايت باندل برانشز. كويس؟ لو كان في عيان عنده بارشل ايفي كانال بس، اوكي بارشل ايفي كانال، دلوقتي ما عندوش في اس دي صح، عنده اي اس دي، ف وهنفترض ان عنده بالذات يعني كمان ما عندوش اي فالف ريجاردش خالص. كويس، عند دلوقتي الفيسيولوجي بتاعه شبه الاي اس دي. تعالوا كلموني كده، هو لو في عيان غيره مش ده، ده خلي صاحبنا ده قاعد معانا من سنين شويه، هنروح نتكلم على واحد صاحبنا غيره عنده سكان دم اي اس دي بس، بس عنده سكان دم اي اس دي بس، انهي تشيمبرز تبقى دايليتد؟ رايت اترنال فنتركل مش كده؟ ده العين الاي اس دي بيدايليت الرايت سايد اوف ذا هارت. كويس، قوم يبقى عنده في الاي سي جي انهي فنتركلر انلارجمنت؟ رايت فنتركلر انلارجمنت. يبقى عنده انهي اكسس ديفيشن؟ رايت اكسس ديفيشن صح. كويس، تعالوا بقى صاحبنا بتاع البارشل كانال اللي احنا كنا هنتكلم عنه من شويه، شبه اخوه قوي صح، عنده اس دي، هي دي كانت سكندم ودي برايمم، بس يعني حصل خير، الفسيولوجي هيبقى شبه بعضه قوي، الدم بيمشي من ليفت اتريوم للرايت اتريوم، هم انهي تشيمبرز دايليت؟ رايت اتريوم ورايت فنتركل. انهي فنتركلر انلارجمنت؟ رايت فنتركلر انلارجمنت. انهي اكسس ديفيشن؟ ليفت اكسس ديفيشن. قوم عامل كده، ده ايه؟ هو عنده انهي فنتريكلر، انهي فنتريكلر انلارجمنت؟ رايت فنتريكلر انلارجمنت. عرفتها ازاي؟ في 1 فيها طول ار صح؟ فطول ار في في 1، قوم يبقى عنده رايت فنتريكلر انلارجمنت. عنده اكسس عامل ازاي؟ ليد واحد بوزيتيف، اي في اف نيجاتيف صح؟ ما بيسلموش على بعض يعني كده، يعني ليفت اكسس ليفت اكسس ديفيشن مش كده؟ ازاي يبقى عنده رايت فنتريكلر انلارجمنت ليفت اكسس ديفيشن؟ يعني البارشل كان بيعمل كده بالظبط، ليه بقى؟ مع ان الرايت فنتريكل هو اللي كبير، ليه الاكسس يروح؟ علشان الصراحه سوري الكهرباء كلها جايه من اليمين للشمال، علشان الاي في نود هي رحلت بوستيرير، فحتى الكهرباء اللي عايزه تروح رايت فنتريكل اللي هو انلارج ده محتاجه تمشي من اليمين للشمال برضه. قوم يفضل العيان ده عنده ليفت اكسس ديفيشن على الرغم من الرايت فنتريكل انلارجمنت. دي معلومه كاركترستيك قوي 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 قوي. كنت بقول كده زمان لما كانوا يعني دكاتره، فكانوا ما كانش في ايكو كده يعني، فكانوا بيشخصوا العيانين، عيان الاي اس دي ده كان بيشخص بالسماعه. بيشخص بالسماعه ازاي ان شاء الله؟ هو الفلو اكروس الاي اس دي بيعمل مرمر شكله عامل ازاي؟ ما بيعملش مرمر بالظبط. قوم يبقى الواحد بيشخص الاي اس دي بيسمعها ازاي؟ فيكس سبليتنج وفانكشنال بالمونري ستينوز مش كده؟ في بالظبط شبه المرمر اللي كان عنده بالمونري ستينوز اجكشن سايك مرمر على البالمونري. قوم يبقى عنده كرايتيريا بتاعت اي اس دي جدا، قوم يعملوا اي سي جي لقوا عنده ليفت اكسس ديفيشن، قوم يشخصوا انه بارشل كانال. فاهم للدرجه دي؟ ها، فاللي انا عايز اقوله انه هي حاجه كونسيستنت. ماشي، حابه اقول بس ان ستيل براكتس بتاع النيوتولوجي في داون سندروم اتس ماتش ايزير ان تلاقي حد بيعمل اي سي جي عن تلاقي حد بيعمل ايكو في الحضانه. فلو لقينا ليفت اكسس ديفيشن في بيشنت داون معلومه عظيمه، معلومه عظيمه. لو في عيان عنده داون سيندروم قبل ما يعمل ايكو، لو لقينا عنده ليفت اكسس ديفيشن نفكر جامد قوي قوي انه عنده كانال. لاحظوا حاجه، لو في عيان عنده كومبليت كانال، هو الصراحه الال في هيبقى دايليتد، ومن ساعتها هيبقى ليفت فنتريكل انلارجمنت وليفت اكسس ديفيشن والواحد ممكن يفهمها، او لو عنده اي فالف ريجرج فهيدايليت برضه. انما حتى لو ما عندوش الحاجات اللي بتكبر ليفت فنتريكل ورايت فنتريكل بس هو اللي فعلا اكشلي كبير، بيفضل عنده ليفت اكسس ديفيشن. دي معلومه كاركترستيك قوي ريجاردلس هو انهي تايب اوف كانال. ماشي، طيب فاحنا دلوقتي اتكلمنا لحد عشان ما نتوهش، احنا دلوقتي اتكلمنا على يعني ايه
ايفيكانيت صح؟ اللي هو كومن ايفي جنكشن. ده الهول مارك. بيبقى عنده برايم اس دي، بيبقى عنده انلت في اس دي، بيبقى عنده كومن جنكشن. وقعدنا بقى نتكلم على الفيتشرز بتاعت هذا الفالف، اسامي الليفلتس، انما كمان لو اتقسموا اثنين مش كده. واتكلمنا على ان الانلت كومبوننت بتاعهم بيبقى سكوبد اوت، الانلت سيبتم، انما ال في او تي بيبقى لونجر ونارور، والاورطه بيبقى anterior displaced one wedged. واتكلمنا عن الكوندكشن وقلنا انه الاي في نود مكانها بيبقى مختلف، انما كمان النون برانشنج باندل اوف هيس بتبقى طويله واكثر عرضه ان هي تبقى انجرد ديورنج العمليات. واتفقنا على الكونسيستنت فايندنج بتاع ليفت اكسس ديفيشن في عيانين الريكنال. طيب كون انه عندهم اي في جنكشن، هو الصراحه احيانا واحنا اتفقنا ان عاملين ازاي، هو كومن فالف قاعد فوق الكريست بتاع السبتم، فالدم بيدخل منه من الاثنين اتريا ثرو نفس الجنكشن عشان يروح الاثنين فنتريكلز. الصراحه الكومن جنكشن ده مش بالضروره يبقى متوزع بالتساوي بين الاثنين فنتريكلز، فممكن الصراحه يرحل شويه وبنلاقي الكريست بتاع السبتم اقرب، يعني اقرب جامد لناحيه عن الثانيه، وفي دم كتير قوي يدخل للفنتريكل والفنتريكل الثاني يدخله دم قليل قوي. الفنتريكل اللي يدخله دم قليل ده يحصل فيه ايه؟ لو ده كومن اي في فالف، البلين بتاع الكريست بتاع السبتم هنا، وبقى في ناحيه في الاي في جنكشن دي كبيره قوي بتدخل على الفنتريكل بتاعها اللي هو هنا رايت فنتريكل، والدم اللي بيدخل ليفت فنتريكل هنا قليل قوي قوي. لو الدم ما دخلش ليفت فنتريكل كفايه، ليفت فنتريكل مش هيكبر وما هيبقى هيبوبلاستيك صح. معلومه مهمه قوي قوي، علشان هو لو في عيان عنده واحد من الاثنين فنتريكلز هيبوبلاستيك، هل ده ما ينفعش؟ بالظبط ما ينفعش نقسم له بقى الاثنين سيركيليشنز، يعني ما ينفعش نروح نقفل الفي اس دي والاي اس دي ونقول لهذا الفنتريكل الصغير شيل السيستميك سيركيليشن لوحده، مش هينفع صح. بيبقى عامل كده. فالكومن ايفي جنكشن ده مرحل شويتين ناحيه الرايت، على فكره بتبقى مور كومن، يبقى انه الدوميننت فنتريكل يبقى الرايت عن الليفت، فيبقى الرايت فنتريكل كبير والليفت فنتريكل اصغر. ولو بصينا من الفنتريكولار سيرفيس كل ده رايت فنتريكل وده حرام ليفت فنتريكل صح. هو ده ما ينفعش نقول لهذا الفنتريكل شيل السيستميك سيركيليشن لوحدك. ده برضو منظر كده، احنا دلوقتي عاملين كات سكشن في الفنتريكولار ماس من تحت، فكل ده كافيتي بتاعت رايت فنتريكل، ده الفنتريكولار سيبتم وده الفي اس دي، والحته دي هي الكافيتي بتاعت الليفت فنتريكل. فاهمين؟ نسمي ده unbalanced ايفي كانال. يعني ايه بالانسد ايفي كانال؟ مش متساوي، يعني مش لازم الاثنين فنتريكلز يبقوا قد بعض، وارد جدا ان واحد فيهم يبقى اكبر من الثاني شويه علشان بقى الدايليتيشن وكده، انما بنقول بالانسد ايفي كانال يعني كل فنتريكل فيه كافيتي كفايه ان هي تسمح ان يسبورت السيركيليشن بتاعته، انه يبقى ويل ديفلوبد انه يقدر يسبورت هذا السيركيليشن. الانبالانس كانال انه يبقى فيه واحد من الاثنين فنتريكلز صغير قوي اصغر من انه يقدر يسبورت سيركيليشن لوحده. طيب بنشخص ازاي بقى الكلام ده وايه الكرايتيريا، يعني هاو سمول از تو سمول؟ سوها اتكلمنا جامد على الموضوع ده وهو موضوع كبير، فاحنا في كرايتيريا، في ديفينت كرايتيريا لكده، انما انا بس عايز اتكلم النهارده على الكونسبت ان في حاجه اسمها انبالانس كانال. هو لو في عين عنده انبالانس كانال ده هيعمل ايه؟ انظر صفحه سنجل فنتريكل اصلا مش كده، عشان هو هيبقى عنده سنجل فانكشنينج فنتريكل والتاني هايبوبلاستيك صح، وبيبقى بيطلع بره. ما بنقولش بقى هنقسمه ازاي وباتش الفي اس دي وكده، هو ده مش هيعمل كده خالص صح. طيب الحاجه الثانيه اللي ممكن تبقى اسوشيت مع الكنال اللي بيبقى عنده كمان فلو، كان بيبقى عنده صعوبه شويه في التخيل، هو ازاي الواحد يبقى عنده كنال وعنده فلو في نفس الوقت؟ دول مرضين مختلفين. فاللي بيسهل التخيل ان الواحد دلوقتي ينسى الحته دي ويركز هنا، هو ده عيان عنده برايم اي اس دي صح؟ عنده انلت في اس دي وعنده كومن ايفي جنكشن بالاماره دي سوبر بيجن ليفت وانفير بيجن ليفت صح؟ وهو هنا كده كانال صح؟ فتعالوا ننسى ده بقى وبص هنا، هو عنده في اس دي اوفر رايدنج اورت ارفي تيوب ستراكشر ارفي هايبرتروفي هنا كده فلو. بالصدفه بقى هي الفي اس دي هي نفسها مكمله لحد فوق كويس، وهو عنده قله في اس دي ومكمله لحد فوق علشان الاورطه تبقى اوفر رايدنج عليها،
هي نفسها، وعنده كل الكومبوننتس بتاعت الاي في بتاعت الكنال، وعنده كل الكومبوننتس بتاعت الفلو. الكنال حاجه بتحصل في الانلت، والفلو حاجه بتحصل في الاوتلت، ينفع يحصلوا مع بعض عادي، والفي اس دي هتبقى هي نفسها واحده مكمله انلت واوتلت. كويس. انا اعذبكم شويه. فاكرين لما كان كومبليت كانال، وبعدين السوبر بريدجنج ليفلت لزقت في الانفير بريدجنج ليفلت، لزقوا في الاثنين في كريست على السبت، ده ايه؟ بارشال كانال. على فكره دي بيسموها ايه؟ تانجو في تيشو بين يعني ان هم لزقوا في بعض، يعني مش مهم خلاص. فالسوبر انفير بريدجنج ليفلت لزقوا في بعض، لزقوا في كريست على السبت. حصل ايه هنا في الاي في جنكشن؟ بقى تو سيبريت اورفيسز، صح؟ صح؟ طيب ومعمل كده، صح؟ بقى كومن جنكشن تو سيبريت اورفيسز. هو لو في انذر تانج اوف تيشو راح لزق واحده من البريدجنج ليفلت مع النيورال ليفلت، ملوش دعوه دلوقتي بالرايت خالص خالص. الليفت اي في فالف ده انذر تانج، مش في تانج اوف تيشو لزقت في السوبيريور انفير بريدجنج ليفلت؟ اسميتهم اثنين سيبريت اورفيسز. لو واحده بقى من مثلا الانفير بريدجنج ليفلت جالها تانج اوف تيشو كده يلزقها مع النيورال ليفلت، يحصل ايه في الليفت اي في فالف؟ يبقى تو سيبريت اورفيسز برضو زي التاني، صح؟ ومسموها ايه؟ دبل اورفيس ليفت اي فالف. في كده؟ اه في كده، في كده. ودي حاجه نوت رير، اكثر حدوثا جدا مع البارشال كانال. هنتكلم عليها مثلا واحد كل 20 عيان بارشال كانال بيبقى عنده الاورفيس، يبقى معامل ازاي يعني الصمام ده؟ الواحد لما يبص كده يفتكرهم صمامين، يعني كل صمام ليه ليفلتس بكوردز ماسكه في بابيلري ماسك كله، يعني وكانه تو ويل ديفلوبد اورفيسز، واحد فيهم فيه لسه كليفت، صح؟ كليفت ما قفلش، ملوش دعوه، هو واحده من النيورال، واحده من البريدجنج ليفلتس راحت لزقت في النيورال ليفلت. ويبقى عامل كده. واحنا دلوقتي عاملين ايه؟ قلبين الصوره اللي احنا متعودينها كده شويه، فيعني ده كده الليفت اي في فالف بس، ده الاتريال سيبتم والرايت اي في فالف هيبقى هناك. وده كده الـ LVOT. ماشي؟ قوم يبقى ده الكليفت اللي هو كان في اتجاه الاتريال سيبتم، كان معدي الناحيه الثانيه. انما كمان بنلاقي اورفيس غيرها، واحده غيرها على الشمال برضه، هو ده كل ده الليفت اي في فالف. ده سوبر بريدجنج ليفلت، هنا الانفيرو بريدجنج ليفلت راحت لزقت في النيورال ليفلت ببريدج. ومقسموا لاثنين اورفيسيز، واحده صغيره وواحده كبيره، والكبيره فيها كليفت. هو احنا لو ما نعرفش ان في كده يعني لما بنشوفها ما بنفهمهاش. يعني لازم حد اكتفلي يدور علشان يعرف يجيب حاجه شبه كده في الايكو. احب اقول لكم لما بنفتح في العمليه لو احنا مش عارفين الكونسبت ده مش هنفهم، يعني مش هنبقى مدركين ان هو دول دبل اورفيس وصمامين وكده، اوكي؟ ولو في حد خدوا الحماس وقال اه ماشي انا عرفت دلوقتي دول اتنين اورفيسيز، تعالى نفتحهم على بعض ونعمل ريبير، عشان بيبوظ خالص. يعني هو كل واحد فيهم بقى ويل ديفلوبد فالف، عنده ليفلتس بكوردز بابيلري ماسلز وكده. لو قصيناهم على بعض كانك فتحت الميتر على التراكسبت كده، يعني هتصلحهم زي دول، مش كده؟ ما بينفعش. وبالتالي مش بينفع نقص البريدج اللي في النص، وبنروح نصلح كليفت في الاورفيس الكبير برضو عادي. لاحظوا بقى ان عاده ما بنعملش حاجه في الاورفيس الصغيره، الناس الاورفيس الصغيره هي كمان فيها ريجرج جامد مثلا، هتبقى مشكله شويه، علشان هو احنا في الغالب لو قفلنا الاورفيس دي الثانيه هتبقى صغيره قوي عن انها تكفي. عيانين الدبل اورفيس ليفت اي فالف هم بيبقوا عندهم اكثر عرضه انه يطلعوا بمال فانكشنينج فالف ان تيرمز اوف، يعني ايذر ستينوزز او ريجرج او وات ايفر، والري اوبريشن ريت فيهم اعلى اكيد. لازم الواحد يبقى عارف هذا الكونسبت، واكيد اكيد ما يقصش البريدج اللي في النص. If anything ideally نقفل الكليفت اللي في الكبير، and we hope ان هم هيبقوا مش ستراتيك ومش ريجنت قوي. فده منظر عيان كان في العمليات عندنا. ده الليفت اي فالف، ده الاتريال سيبتم في باتش بتاعت الاي اس دي باتش، و فده هنا كده النيورال ليفلت، دي انفير بريدجنج ليفلت ودي سوبر بريدجنج ليفلت، هنا في غرز بتاعت الكليفت، وده البريدج اللي بيقسمهم اثنين اورفيسيز.
وما احنا قلنا اتفضلي. هو ده لما يكبر هيعمل باوند ريبليسمنت؟ It depends يعني على حسب بقى ديجري اوف ريجرج والسينوزز وقد ايه هو عامل مشكله. فيعني انما احنا عارفين ان هو اكثر عرضه انه يبقى عنده ايدر ريجرج او سينوز او الاثنين. يبقى احنا اتكلمنا انه الايفي كانال ده او الاتروفنتريكال ساتل ديفكت او الاندوكارديال كاشل ديفكت هو ده حاجه مش رير ليها علاقه جامده بالداون سيندروم. واحنا اتفقنا انه عينين الداون سيندروم هم اكثر عرضه ان يديفلوب بالمونري فاسكولار ديزيز لو البي بريشر بتاعهم عالي، صح؟ بيديفلوب بالمونري فاسكولار ديزيز اكشلي كوات ايرليير عن الطبيعي. يعني في ناس ممكن يبدا يجي لهم ايرفيرسبل تشينج از ايرلي از 6 9 شهور سنه حاجه كده. عاده لو عيان مش داونز الكلام ده بيديفلوب متاخر قوي اكتر بكتير. انما فاتفقنا انه ليها علاقه وطيده بالداون سيندروم، والهول مارك بتاع الديزيز هو وجود كومن ايفي جانكشن، وقلنا الفيتشرز بتاعه الاتريال سبتم وجود برايم ام اس دي، الفنتريكولار سبتم بيبقى سكوبد اوت وبيبقى فيه الانلت بي اس دي، او الايفي فالف يلزق في بعضه ويلزق في كريست بتاع السبتم وفيسيولوجيكال يقفل هذه البي اس دي عشان يتحول من الكومبليت كانال للبارشال كانال. لو ما نجحش انه يقفلها كلها هتبقى الترانزيشنال كانال. واتكلمنا شويه على الفيتشرز بتاعه ان الانلت بيبقى كونسيدربلي اقصر من الاوتلت بتاع ال في، وبالتالي ال في او تي بيبقى لونجر ونارور، الاورتك فالف بيبقى انويدجد وديسبيسد انتيريرلي، الكوندكشن بيبقى اسينشلي مفيش ترانجل اوف كوخ، وبالتالي الايفي نود محتاجه تبقى ديسبيس بوستيرير انفيرير، والنون برانشنج باندل محتاجه تمشي مسافه اطول على كريست بتاع السبتم قبل ما تتقسم. و اتكلمنا على الكونسبت بتاع ال و اوبسي ما ننساش موضوع الليفت اكسس ديفيشن في العينين دول ريجاردلس انهي فنتركل كبير. واتكلمنا على كونسبت الدبل اورفيس اي فالف، واتكلمنا عن كونسبت الانبالانسد كانال. ف تعالوا نفكر في الريبير. هو انا هنا مش هتكلم بقى على الدياجنوزز خالص علشان هي ان شاء الله دكتور سوها هتكلمنا على الدياجنوزز كويس ان شاء الله المره الجايه. و ومش هجيب سيره فيسيولوجي علشان انظر صفحه ال ليفت رايت شانتس والاي اس دي والفي اس دي كلها، مش كده؟ يعني لو عيان عنده اي اس دي هو بيبقى عنده فلو اي ليفت رايت انهي فنتريكلز بيكبروا اليمين مش عارف بيبان ازاي في الاي سي جي وفي الاكس حاجات عامله كده، صح؟ و هايبرمونري فلو هايبرمونري بريشر بامي فاسكولار ريزيستنس ايز مينجر ازاي الواحد بيعرف ايز مينجر، يعني كل الحاجات دي خلاص مش هنرجع عليها تاني. اوكي، فاحنا هنا بقى نتكلم بقى على عيد العجله على الريبير والحاجات المختلفه هنا عن كونه عين عنده في اس دي عادي او كده. فاكرين في الاي اس دي والفي اس دي كنا بنتكلم اول توبيك في الريبير هو ايه الانديكيشنز فور سيرجري. هناك كان في حاجات بقى مش كده، فنتريكولار دايليتيشن سيمتومز مش عارف ايه اسوشيشن يعني حاجات كده. في الفي اس دي بقى عندنا نقول والكاست برولابس والاندوكاردي يعني حاجات كتير كده، صح؟ في الاي اس دي وفي الفي اس دي هو الواحد كان ينفع يعيش بي اس دي صغيره او في اس دي صغيره ويعيش كده وما يعملش حاجه وما يبقاش عنده انديكيشن، صح؟ هنا حاجه مختلفه عن الايفي كانال، الدياجنوزز از انديكيشن فور سيرجري، بالتالي الواحد مش محتاج يقول هو كونه كانال هيعمل ليه، هو خلاص هيعمل. هو احنا بس هنتكلم على التايمنج، يا ترى يعمل امتى؟ ف يا ترى في التايمنج امتى نعمل ريبير للكمبليت كانال مثلا؟ هو كمبليت كانال فيسيولوجي بتاعه شبه الايه؟ نون ريستريكتيف في اس دي اللي هو كان بيعمل امتى؟ بدري مش كده، على 3 شهور 4 شهور حاجه كده، علشان اذروايز هايبرمونري فلو هايبرمونري بريشر ممكن يجي له هارت فيلير وهاي مورتاليتي من الهارت فيلير بس من كتر هايبرمونري فلو، او يديفلوب بالمونري فاسكولار ديزيز وهكذا. فعين النون ريستريكتيف في اس دي اللي هو اسينشال كومبليت كانال بيعوز يعمل بدري على سن 3 6 شهور. انما لو عين عنده بارشال كانال هو الفيسيولوجي بتاعه بقى شبه ال اي اس دي اللي هو بيعمل امتى؟ عين السكاندم اي اس دي بيعمل امتى؟ بري سكول ايج، مش كده؟ اللي هو يعني من سنتين لاربع سنين. الا لو كان العيان ده الليفت اي فالف بتاعه فيه سيفير ريجرج، ومن ساعتها يعني لو هو عنده بقى سيفير ريجرج وفنتكل دايليتد وسيمتوماتيك وحاجه مش هقول له بقى استنى لما عندك سنتين، هو ساعتها هيعمل بدري. انما عاده اغلب الوقت بيبقى العيان ده بيتوليريت شويه اف فالف ريجرج حتى مايل تو مودريت ولا حاجه كده لحد ما يوصل سنتين لاربع سنين وساعتها بيعمل ريبير. طيب ايه الهدف؟
يعني احنا عايزين نعمل عمليه عشان بيعمل عمليه ولا يعمل قسطره؟ ماشي لحد دلوقتي بيعمل عمليه خلاص يعني ما فيش عشان بيعمل عمليه. ف هو احنا عايزين نفلك الديفكتس انما كمان عايزين نصلح ليفت اي فالف. واحنا هنا مركزين على الرايت زي ما كنت بتكلم على الدكتور من شويه انه نادرا ما بنعوز نعمل حاجه سبيسيفيكلي قوي للرايت اي فالف، عاده بنعمل الليفت. ليه؟ علشان الليفت هو اللي بعد العمليه هيبقى مواجه بريشر عالي قوي، وده اللي اغلب الموربيديتي بتاعت العيانين بتحصل فيها. نادرا جدا ما الواحد بيبقى عنده considerable right if valve regurg unless بقى البي بريشر بتاعه عالي او الفنتريكل كونتريكتد قوي او حاجه كده، ساعتها ممكن نعمل حاجه برضو. انما اغلب الوقت الاتنشن بيروح للليفت اي فالف. طيب ف تعالوا نفكر في شويه حاجات كده ريليتد للريبير. مبدئيا عايزين نتاكد ان العيان ده ما عندوش فامي فاسكولار ديزيز، صح؟ عنده فيري هاي بالمونري فلو، لو هو كومبليت كانال كمان البالمي بريشر عالي قوي، لو هو داون سيندروم كمان البالمي فاسكولار ريزيستنس هتبقى زادت من بدري. وبالتالي مش هرجع اتكلم بقى ازاي بنشخص ايزنمنجر وبالمي فاسكولار ديزيز وكده، صح؟ انظر صفحه انما كمان عايزين نتاكد انه الصراحه بالانسد، مش كده؟ لحسن يطلع امبالانس كانال، ما ينفعش نعمل له سيبتيشن ده علشان هو بقى عنده هاي بلاستيك فنتركل، فساعتها خلاص بقى تحول لانظر صفحه السنجل فنتركل اللي احنا بنتكلم عليها، هايبرمونري لوكرمونري فلو محتاج ايه وهكذا. طيب هنا محتاجين بقى نركز الاتنشن بتاعنا على ليفت اي فالف. هي دي نقطه مهمه جدا، قد تبقى من اهم الايمز بتاعت العمليه. هو احنا عايزين نعرف يا ترى هو جاي بكميه ريجرج قد ايه؟ وبس العيانين اللي عندهم اللي بريزنتد بسيفير ليفت اي فالف ريجرج هو الاوتكم بتاعهم احسن اوحش، الاوتكم بتاعهم اوحش كل ما ديجري اوف ريجرج بتزيد، والريسك بتاع انه يطلعوا من العمليات بسيجنيفيكانت ريجرج اكتر، والريسك بتاع الري اوبريشن هيبقى اكتر لو هم اصلا جايين بسيفير ريجرج. طب لو هم جايين بمايلد ريجرج او ما عندهمش، في عيان بيبقى عاملين كده هو بيبقى عنده كليفت او اللي بنسميه يعني كليفت وما عندوش ريفرج، نعمل له حاجه بقى ليفت بقى وما عندوش؟ تعالوا اقول لكم على حاجه. لو في عيان بيعمل عمليه هو روماتيك مثلا، بني ادم طبيعي عادي خلاص، وبعد كده جاله روماتيك ديزيز وبعد كده جاله اورتيك ريفرج، دلوقتي داخلين نعمل له عمليه، احنا نفتح صدره اهو نعمل عمليه في القلب، وعنده مايلد ميتر ريفرج، بنعمل حاجه للميترا؟ لا الصراحه، مش كده؟ ماشي. واحد تاني بقى عنده بارشل كانل، عنده اس دي وكليفت ميتر، ما عندوش ريفرج او عنده مايلد ريفرج شبه التاني جدا، فتحنا قلبه هنعمل له عمليه، هنقفل اس دي، هنعمل بقى ريفرج ميترا؟ الصراحه ما عنده مايلد او ما عندوش، نعمله ليه طيب؟ يعني لما هو ما عندوش، ما هو يعني صاحبه التاني ما عملنالوش حاجه، ما فتحناش اصلا ايه، ما بصناش عليه، صح؟ بنعمل كده علشان ده ديزيز بيعمل بروجريسيف ريجرج، يعني اللي هو دلوقتي ما عندوش بيجي له بعدين، ودي ليها علاقه جامده ب توزيع كابيلاري ماسلز. هو هنا كل البابيلاري ماسل تحت كومشر، صح؟ ام الليفت اي فالف ده اللي هو يعني المايترال فالف نورمال مايترال فالف، هو عنده بابيلاري ماسل تحت الكومشر ده وبابيلاري ماسل ثانيه تحت الكومشر ده، لما الفنتريكل يكونتراكت قوم البابيلاري ماسل كونتراكت، هي البابيلاري ماسل دي ماسكه في كوردز في النص ده من السمون انتيرو بوستيرير، والبابيلاري ماسل الثانيه ماسكه في كوردز في النص الثاني، صح؟ قوم لما يجي البابيلاري ماسل تشد قوم تقرب الانتيريا بوستيريور ليفلت، دي تقرب دول ودي تقرب دول، صح؟ هو العيان ده هنا البابيلاري ماسل فين؟ واحده تحت كل كوميشر، صح؟ ده كوميشر ده كوميشر، هل ده كوميشر؟ لا، ده الاورفيس اصلا كان معدي الناحيه الثانيه، مفيش هنا بابيلاري ماسل، صح؟ قوم هنا كده في بابيلاري ماسل، هنا كده في بابيلاري ماسل، لما دي تكونتراكت بتقرب دول على بعض بس بتشد دول من بعض، فمين حاجه؟
لو ده مسمينه كليفت هو مع الوقت بيحصل له بروجريسيف ريجرج. يعني جت فتره كده ايرا ناس بتقول انه احنا ليه نعمل له حاجه، تعالوا نعتبره فالف ليه 3 ليفلتس عادي زي ما التريكاسبيد عنده 3 ليفلتس، هنعتبر ان ده عنده 3 ليفلتس. لا، الميكانكس بتاعته مختلفه جدا، هو العين ده لو ما عندوش ريجرج دلوقتي بيجي له بعدين، وبالتالي ريجاردلس اوف ديجري اوف ريجرج في العينين اللي عندهم ايفي كانال العمليه تشمل قفل الديفكتس وتصليح الليفت ايفال. يبقى يهمنا نعرف هو العين اصلا بريزنتنج ب كميه ريجرج قد ايه. ركزنا بقى على موضوع الكليفت والزون اوف اوبوزيشن. هو اسينشلي الريبير اللي بيحصل في الفالف ده عاده بيبقى ان احنا نقفل هذا الزون اوف اوبوزيشن اللي احنا بنسميه كليفت، فكاننا نقفل الكليفت ده علشان نحوله لاثنين ليفلتس، وبيبقى في ليفلت السوبيريور انفير بريدجنج ليفلت بتوع ليفت سايد نلزقهم في بعض ويبقى كومبايند ليفلت دي، وتحاول تقفل اجينست النيورال ليفلت اللي قدامها. تعالوا نتكلم شويه عن موضوع النيورال ليفلت ده عشان هو حاجه مهمه قوي الصراحه. ايه هي النيورال ليفلت؟ اتفقنا ان هي الليفلت اللي ناحيه الول. يعني لو ده رسم كروكي كده احنا كاننا باصين من فوق من الاتريا سايد، وبيبقى ده سوبيريور بريدجنج ليفلت، ده انفير بريدجنج ليفلت، وده نيورال ليفلت، ويبقى هنا رايت انتروسبير رايت نيورال، متخيلين مش كده؟ وما احنا العمليه هنا عايزه تعمل ايه؟ هو احنا هنا عايزين نقفل الفي اس دي من تحت صح؟ ونروح نقفل الاي اس دي فوقها، وبنقسمهم نقسم الرايت من الليفت سايد خالص، ويتبقى عندنا هنا الزون اوف اوبوزيشن ده لو كليفت محتاجين نرجع نقفله. طب نقفله لحد فين؟ نفضل نقفل كده لحد ما الفري ايدج بتاع الكومبايند ليفت ده يقابل النيورال ليفت. ما احنا لو قفلنا لحد هنا بس هيبقى الحته دي مش هتعرف تروح تقفل هناك صح؟ فبنفضل نقفل فيها لحد ما تقابل النيورال ليفت. يا ترى بقى لما نقفل، يعني احنا دلوقتي هنعمل كده صح؟ بنقسم الاثنين الفالف ده ناحيتين ونروح نقفل اللي مسمينه كليفت ده لحد ما يقابل النيورال ليفت. يا ترى بقى لما الصمام ده يجي يفتح الاورفيس بتاعته تبقى قد ايه؟ يعني ده هيفتح كده وده هيفتح كده صح؟ قوم يبقى الاورفيس دي حاجه شبهها كده الشبه صح؟ يا ترى بقى لو النيورال ليفت دي صغيره قوي في بريدجنج ليفتس كبيره والنيورال ليفت دي صغيره جدا، هي ينفع على فكره تبقى صغيره جدا كده؟ وما احنا عادي مالناش دعوه، نقسم الصمام وبعدين نروح نقفل الكليفت لحد ما الفري ايدج يقابل النيورال ليفت صح؟ هو بقى الصمام ده لما يجي يفتح بعد ما قفلنا الكليفت ده لحد هناك هيبقى فتحته ازاي؟ اصغر بكتير صح؟ ما ينفعش لو عملنا كده هيحصل سيفير سينوس، ما ينفعش نعمل عمليه ننديوس فيها سيفير سينوس. ويهمنا جامد نعرف هو حجم النيورال ليفلت قد ايه الاريا بتاعتها، علشان اذروايز لو هي صغيره قوي بنضطر اسفين ما نقفلش الكليفت لحد اخره، نقفله لحد هنا ومساعتها الاورفيس تبقى لسه كبيره. بس احنا لسه قايلين من شويه لو ما قفلناش كله ممكن يحصل ريجرج شويه من هنا. هو الصراحه الاحسن ان احنا نقبل بمودريت ريجرج عن ان احنا نتسبب في سيفير ستينوس. فاهمين حاجه؟ اجان هي حاجه بور بروجنوستيك فاكتور، هي حاجه مش كويسه ان الواحد يبقى عنده سمول ميورال ليفلت، انما هو الاوحش ان احنا ننديوس بايدينا سيفير ستينوسس في بيبي عنده شهرين وثلاثه وكده صح؟ ما ينفعش. وبنعرف ازاي بقى؟ بالايكو صح؟ قبل العمليه نعرف بالايكو عشان هو فاحنا ازاي بقى هنشوف هذه النيورال ليفلت اللي احنا في العمليات بنيجي نبص عليها كده نحسها شفافه وبالعافيه عارفين نشوفها؟ احيانا بيبقى صعب نايدنتيفاي خصوصا في الصغيرين لو البيبي عنده شهرين او ثلاثه او كده، ان احنا ايدنتيفاي اكشلي الليفلت دي عامله ازاي علشان هي بتبقى فيري ثين. ففي ماركر حلو البابيلري ماسلز، مش احنا اتفقنا ان البابيلري ماسلز هي تحت الكومشرز؟ الكومشرز دول اللي هم على ناحيتين النيورال ليفلت، فلو البابيلري ماسلز بعيد عن بعض معناها ان النيورال ليفلت هي واخده الحته اللي في النص كلها، في حين انه لو البابيلري ماسلز دول قريبين قوي قوي من بعض او احيانا يبقوا البابيلري ماسل واحده ماسكه في الاثنين كومشرز يسموها باراشوت ميتر.
لو البابلاري ماسلز قريبه قوي من بعض او البابلاري ماسل واحده ومساعتها احنا دلوقتي هنفهم ضمنا انه النيورال ليفل دي في الغالب صغيره جدا، وان احنا نبقى مهيئين نفسنا مبدئيا كونسلنج الاهل ان هو في سيجنيفيكانت بوسيبيليتي ان العيان ده يطلع بكونسيدربل ريجرش وانه قد يحتاج عمليات اخرى. انما كمان احنا نبقى عاملين حسابنا من الاول ان احنا ما ينفعش نقفل كريفت لحد اخره، اذروايز هنطلع بجريدينت عالي قوي، صح؟ ودي حاجه بتبان بالايكو كويس، بالشورت اكسس نقدر نديفاي تماما البابلاري ماسلز والمسافه بينها. ماشي، فيبقى احنا اتكلمنا على في ليفت ايف فالف بنعوز نبص على ديجري اوف ريجرج، الزون اوف اوبوزيشن والكليفت وعلاقته بالنيورال ليفلت. اتكلمنا على عيانين دبل اوريفيس، دي حاجه محتاجين اكتفلي ندور عليها، لو حد ما دورش في الغالب هيمست بسهوله جدا، واتفقنا ان هي از نوت فيري رير، اكثر عرضه طبعا مع عيانين البارشال كانال. البابلاري ماسلز قد ايه هم قريبين من بعض ولا اكشلي قريبين قوي لدرجه ان هم سنجل بابلاري ماسل اللي هم بيسموه باراشوت ماسل باراشوت فالف. واتفقنا موضوع ال في او تي. ام لو ده منظر اي في كانال، هو ده عنده ايه؟ هو دلوقتي عنده سكوبت اوت فنتريكال سيبتم، الانلت صغير، الاوتلت لونجر ونارور، ده البريدجنج ليفلت، يعني ده السوبر بريدجنج ليفلت وهنا في بريدجنج ليفلت، وده الفي اس دي، صح؟ او حتى لو ما عندوش في اس دي ولزق كده، صح؟ حتى في بارشال كانال هيبقى عامل كده، فهيبقى في الحالتين الفنتريكال سيبتم سكوب داوت. هو قبل ما العين ده يعمل العمليه كان ديورنج السيستول، كان لما يجي الفنتريكال كونتراكت الفالف ده يقابل بعضه فوق كده، صح؟ ام ال في او تي يبقى مش بطال. هو احنا لما نيجي نقفل الديفكت ده فبنحط باتش للفي اس دي، صح؟ لو احنا عملنا باتش عامله كده ليها هايت كويس، ساعتها الفي او تي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده، صح؟ ويبقى ده كده العرض بتاع الفي او تي. تفتكروا بقى لو احنا عملنا باتش ضيقه جدا صغيره قوي، او ايفن قفلناها دايركت سوتشرز من غير باتش، ساعتها احنا هنعمل ايه؟ بنجيب الاي في فالف تحت على الكريست بتاع السبتم، فالفي اس دي اتقفل، صح؟ حصل ايه بقى في الفي او تي؟ بقى ضيق، اضيق بكتير. على فكره احنا بنقفل الكلام ده من الرايت سايد، فما بنشوفش ان الاي في تي بقى ضيق عشان احنا نقفل ناحيه ثانيه. فاحنا دلوقتي لو عيان الهايت بتاع باتش الفي اس دي صغيره قوي، خصوصا ناحيه ناحيه الاورطه، او قفلناها دايركتلي، وارد قوي انه ال في او تي بدا ومويندوس ال في او تي اوبستراكشن. هو عين البارشال كانال هو اصلا الفالف اوريدي عمل كده، نزل لزق راح في الكريفت في الكريست على السبتم، كان لسه عنده كليفت، ف ال في فالف ده كان بيفتح ويقفل، صح؟ فكان الدم بيعرف يعدي. لما احنا نقفل الكليفت هو وارد قوي انه نضيق جامد ال في او تي، عشان هو اوريدي بريديسبوزد جدا، علشان هو احنا ما بقاش عندنا طريقه ان احنا نحط باتش هنا عشان ما بقاش في ازي اصلا، صح؟ وبالتالي ال في او تي اوبستراكشن هو مور كومن في عيانين البارشال كانال عن الكومبليت كانال. محتاجين نركز جامد انه ال في او تي اوبستراكشن هو ريليتد للهايت بتاع الفي اس دي باتش اللي احنا هنحطها. قوم لو الفي اس لو الفي اس دي اوريدي كانت كبيره واحنا قفلناها باتش صغيره قوي او قفلناها دايركتلي، وارد جدا ذات وي اكتشوال انديوس ال في او تي اوبستراكشن. واتكلمنا عن الكوندكشن واتفقنا انه الاي في نود بيبقى ديسبيس بوستيرير انفيرير، والكوندكشن بيبقى ريليتد لجزء كبير من الكريست بتاع السبتم، وبالتالي محتاجين نبقى اكثر حرصا ان احنا نمشي على الار في سايت، عشان هو الكوندكشن بيبقى ماشي على قريب من الكريست بتاع السبتم ناحيه ال في، فاحنا نبقى بعيد عن الكريست وناحيه الار في، ونبعد عن ال بندل اوف هيس. انما كمان محتاجين نميك شور ان احنا ابعد عن الاي في نود اللي هو اوريدي مكانها مترحل. الكورونري ساينس هنا بنعوز اجان ريليتد لقفل الديفكتس ووجود الاي في نود فين، ايذر وي ليف ات في الرايت اتريوم او ليفت اتريوم، كنوع من ان احنا نحاول نبعد عن الكوندكشن بالورز. هجيب صور لكده حالا. طيب فبشكل عام كده الطرق المشهوره قوي للريبير بتاعت الايفي كانال هم تو باتش تكنيك،
او سنجل باتش تكنيك او موديفايد سنجل باتش. فالتو باتش تكنيك دي احنا دلوقتي بنتكلم على عنده كومبليت كانال صح، فعنده برايم ام اي اس دي انلت في اس دي وكومن اي في فالف. فبنروح نقفل باتش للاي اس دي وباتش غيرها للفي اس دي ونروح نصلح الكليفت كويس. ام دوف ده فيو الجراح، احنا دلوقتي العيان نايم على العمليات كده راسه وكده رجله، احنا بصين من ناحيه اليمين درجه اترم رايت فنتريكلز في انفير فينا كيفا الاورطه هنا، واحنا عايزين نفتح رايت اتريوم علشان نشوف الفي فالف. فاحنا دلوقتي عملنا اترياتوم في رايت اتريوم، فاحنا دلوقتي شايفين انه ده كده الكومن اف فالف، بنشوف في يعني وكان ده الفالف وكان ده كريست بتاع الاتريال سيبتا اوكي. فالكريست بتاع الاتريال سيبتا عامل كده بس في بلين مختلف كويس. الكريست بتاع الفنتريكل سيبتا كده فاهمين، وكان ده الفنتريكل سيبتا ده الاتريال سيبتا والاي في فالف كده خلاص. فاحنا ده الاي في فالف اللي هو هنا، الفنتريكل سيبتا تحت والاتريال سيبتا فوق. فاحنا دلوقتي عايزين نقفل الفي اس دي ونروح نقفل فوقها الاي اس دي ونصلح الكليفت ده سوبر بريدجنج ليفت وانفير بريدجنج ليفت، ده الكوروناري ساينس والاي في نود هتبقى هنا. وبنروح نعمل ايه؟ بنيجي على الفنتريكولار سيبتا بعيد شويه عن الكريست ناحيه الار في سايد، اتفقنا انه الكوندكشن هيبقى ماشي قريب من الكريست ناحيه ال في، وناخد باتش حاجه زي سيمي سيركلر ونبقى بنحط الباتش ديت على الكريست بتاع السيبتم على الناحيتين لحد ما نقابل الانيولس بتاع الفالف على الناحيتين كويس. لو خلينا الهايت بتاع الباتش ده عالي قوي او خلينا الويدث بتاع الباتش كبير قوي قوي ممكن نعمل ديسوشن للفالف ما يقابلش بعضه صح؟ ما هو في الاخر علشان هو ده هيبقى ليفت اي فالف، فلو خلينا الهايت بتاعها عالي قوي او وايد قوي هيحصل ديسوشن للفالف. On the other hand لو خليناها تو شالو خصوصا ناحيه الاوتلت ناحيه الاورطه، الاورطه تبقى هناك، لو الحته دي كان الفي اس دي ديب واحنا خليناها قصيره قوي اكثر عرضه ان يحصل ال في تيوب ستراكشن، وبالتالي الريسك بتاع ال في تيوب ستراكشن هو اكثر لو خلينا الفي اس دي اللي ديب هنا قفلناها ب باتش قصيره كويس ماشي. فده منظر ال VSD patch بعد ما اتحطت. وبعدين نروح نعمل ال ASD patch. واحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب الاثنين ده في bridging leaflet ده في bridging leaflet نجيبهم على بعض، وبعدين نحط patch لل ASD وتبقى patch ال VSD متخيطة في الفالف متخيطة في patch ال ASD، ومساعدتها يبقوا قافلين على بعض انما كمان الفالف جه على بعضه. فبناخد غرز كده مختلفه انتربتد ف وده باتش الاي اس دي، عاده باتش الفي اس دي عاده بتبقى بورتكس او ذكر، باتش الاي اس دي بتبقى بريكارديوم. وبعدين احنا دلوقتي عملنا ايه؟ نزلنا باتش الاي اس دي ديت وربطنا الغرز، فبقت الغرزه بتاخد باتش الفي اس دي ومعديه جوه الفالف وكان باتش الاي اس دي وكان نربطها تبقى بنزلها نزل كل الباتش، وبعدين خلاص نقلبها الناحيه الثانيه ودلوقتي نقدر نشوف الليفت اي فالف سوبر بيجن ليفت انفير بيجن ليفت ميورال ليفت. هنا في كليفت بنقدر نقفل هنا لحد ما الكومبايند ليفت ده يقابل الميورال ليفت. طيب بعد يبقى ده الكوروناري ساينس وده الاي في نوت، واحنا دلوقتي عايزين بقى باتش الاي اس دي اللي هي بقت ماسكه في الصمام ده نطلع نقفل بيها الاي اس دي. هو ده هيخلينا نعوز نمشي في المنطقه دي القريبه قوي من الكوندكشن. فاحنا عندنا طريقتين، ايذر نقفل بالباتش الاي اس دي لحد هناك وبعدين نمشي من بعيد خالص ورا الكوروناري ساينس لحد ما نطلع الاتريا سبتا، ساعتها هنسيب الكوروناري ساينس ناحيه الليفت اتريوم. او الاوبشن الثاني ان احنا نمشي بعد ما وصلنا لهنا نمشي على الانيلس بتاع ليفت اي فالف، ما هو الانيلس بتاع ليفت اي فالف ده مش هيبقى فيه كوندكشن صح؟ احنا الكوندكشن في المنطقه دي بيسموها نودال تراينجل اللي هو تراينجل بين رايت اي فالف ليفت اي فالف كوروناري ساينس في المنطقه دي. فنمشي شويه على الليفت اي فالف وبعدين نطلع على الاتريا سبتا لحد ما يبقى ويل انتو ذا ليفت اتريا، يبقى خلاص بعدنا عن منطقه النودال تراينجل ونطلع في الاتريا سبتا.
احنا هنا بنعمل موضوع نمشي على الانيلز بتاع الليفت اي فالف ونطلع الليفت سيبتم وما نسيبش الكوراني سينس، انما في ناس تعمل كده عادي وطريقه ويل نون. طبعا ما ينفعش نعمل نخلي الكوروناري سينس في الليفت اتريوم لو كان في ليفت اس في سي فاتح في الكوروناري سينس، ساعتها دم كتير دي اوكسجينيتد هيروح الليفت سايد والعيان يجيله سينوس وما ينفعش. انما لو ما كانش مفيش مشكله ان حد يسيب الكوروناري سينس في الليفت اتريوم. المحاذير بس كده ان لو الباتش دي قربت قوي 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 يعني بعدت قوي عن الكوروناري سينس عشان نبعد عن الكوندكشن، وارد انه يبقى في شويه جريدنت على الاي في سي، فاللي هيعمل كده محتاج ياخد باله. ماشي. الاوبشن الثاني ان احنا نعمل سنجل باتش تكنيك. يعني ايه سنجل باتش؟ يعني هي تبقى نفس الباتش تقفل ال في اس دي وال اس دي على بعضها، انما ساعتها محتاجين نشوف بقى هو احنا هنعمل ايه في الفالف، علشان احنا دلوقتي محتاجين نقصه مش كده؟ عشان لو هي باتش واحده وهما الفالف عامل كده محتاجين بقى نقص اكروس الباتش علشان نحط ديت وبعد كده نرجع نقفل تاني وهكذا، او يعني في طرق مختلفه لكده. انما عشان كده هنا الراستلي كلاسيفيكيشن مهمه، علشان هو عايزين نبقى عارفين هو اصلا اتاتشد وفي مكان نحط باتش ولا احنا محتاجين نقسم الليفلت وهكذا. بما انه الليفت اي في فالف الريبير بتاعه هي حاجه مهمه جدا جدا في العمليه ديت، هو احنا محتاجين يبقى فيه انف ليفلت تشو ناحيه الليفت فالف، صح؟ وخصوصا في العيانين الراستلي تايب سي، هو احنا اكشلي احيانا بنغش شويه في العيانين دول. هو بيبقى المنظر عامل كده، واحنا نقرر نقسم فين، صح؟ يعني احنا ممكن نقسم هنا بس ممكن نقسم هنا، صح؟ فاحيانا ساعتها بنغش شويه ونروح ناحيه الرايت شويه، يبقى فبنروح على حساب الرايت علشان يفضل عندنا ليفلت اكتر ناحيه الليفت. نادرا ما بيحصل مشكله للرايت، انما هو الواحد كان فريكوينتلي جيت ريجرج على الليفت، وبالتالي الواحد محتاج يبقى من اهم الديسيجنز اللي الواحد محتاج يعملها هنا هو هيقسم الصمام فين، يعني يخلي فين رايت وفين ليفت، عشان هو احيانا بيبقى عنده هذا الاختيار. طبعا في البارشال كمان ما بيبقاش عندنا اختيار قوي، علشان هم لزقوا في بعض، لزقوا في كريست بتاع السبتم اوريدي اتقسم، فانا دلوقتي مش محتاج اختار فين رايت وفين ليفت عشان اوريدي ده حصل. انما في الكومبليت كانال احيانا كتير ده قرار الواحد بيعوز يختاره. الحاجه الثانيه المهمه انه ما نعملش ديستورشن للفالف، عشان هو احنا بنقرر الليفلتس دول يقابلوا بعض ازاي، ممكن نعملهم كده لو ما قفلناهمش قدام بعض، وهو بسهوله الواحد ممكن ما يبقاش مدرك شكل الجويد اورينتيشن، فلو حصل ديستورشن للفالف هيحصل جوش جامد. ولما بنعمل كده وبعدين القرار ده اتاخد مبني عليه كل الحاجات الثانيه، يعني مبني عليه هو باتش الفي اس دي هتمسك في الفالف فين، وباتش الاي اس دي هتروح تمسك فيهم فين، والكليفت اتقفل ازاي. فاحنا لو عرفنا كده متاخر بيبقى تو ليت ان احنا نرجع نفك العمليه من الاول ونرجع نظبط الليفلتس قدام بعض. اجان محتاجه ديسيجن جامد في الاول ان الواحد يقول هو فين رايت وفين ليفت، انما كمان ظبطت البريدجنج ليفلت قدام بعض عامله ازاي، ونهايه الكليفت وصل لحد فين. في موديفيكيشن لكده اسمه موديفايد سنجل باتش تكنيك، اللي هو ايه؟ في عيانين يبقى عندهم كومبليت كانال انما الفي اس دي شالو، يعني مش بعيده عن الاي في فالف، قريبه قوي منه، ممكن يبقى لسه كومبليت كانال علشان هي عريضه قوي، وبالتالي في انف في اس دي انه يكوالايز البريشر او البي بريشر يبقى عالي وهكذا، فينفع يبقى لسه كومبليت كانال. او طبعا لو كان ترانزيشنال كانال هيبقى الفي اس دي اوريدي صغيره، ومن الفي اس دي تبقى شالو، ومساعتها احيانا ما بيبقاش في مكان قوي يتحط باتش، علشان هي اوريدي على ما ناخد غرز هنا ونرجع ناخد غرز هنا هتبقى الغرز دي تقريبا لامسه بعض. فالطريقه الثانيه انه نحوله لبارشال كانال، يعني نخيط الليفت في بعض ونلزقهم في كريستال سيبتا، هو كده شبه البارشال كانال قوي مش كده؟ وبنعمل ايه؟ ناخد غرز من الكريست من الفنتريكال سيبتا، طبعا بنحاول نخليها ابعد شويه من الكريست، انما كمان نعديها دايركتلي في الفالف من غير فيزي باتش، من غير فيزي باتش، فيبقى دايركتلي بنقفل السبتم على البريدجنج ليفلت ونروح نعديها في الباتش بتاع الاي اس دي. ومساعتها لما نربط الكلام ده باتش الاي اس دي هتزق الفالف اجينست كريست بتاع السبتم، وما يبقاش فيه ولا اي اس دي ولا في اس دي.
يسموها موديفايد سنجل باتش. هي سنجل باتش واحده انما قفلنا الفي اس دي وكانها دايركتلي. طب وايه اللي بيوتي؟ لازم يبقى اوريدي الهايت بتاع الفي اس دي فيري شالو وكانه بقى بارشال كانال او قرب. لو كان العيان ده عنده ديب في اس دي وعملنا كده هيعمل اف تو ستراكشر اكيد. انما لو كان هو اوريدي في منطقه ناحيه الاورطه هنا الفالف قريب جدا من الكريست بتاع السبتم وارد ان احنا نعمل كده من غير ما يحصل سيجنيفيكنت ديب ستراكشر. وبالتالي محتاجين نفكر امتى نقرر نستخدم هذه العمليه. اوبسلي هي اسهل من ان احنا نحط باتش كمان على الفنتريكولار سبتم. انما لو عملناها في كل العيانين هيحصل اف تو ستراكشر اكيد. او لو كانت ال في اس دي تو ديب ممكن قوي يحصل ديستورشن للفالف. يسموها اوستريليان تكنيك علشان هي اجان جروب استرالي وصفها. فيبقى لو احنا كده واخدين كات سكشن ده الكريست بتاع الفنتريكولار سبتم ده رايت اي في فالف وده ليفت اي فالف يبقى فيه الغرزه تعدي من الفنتريكولار سبتم ثرو البريدجنج ليفلت وبعدين ثرو ال اي اس دي باتش ونربطهم كده في بعض. فيبقى الباتش زقت الفالف على الكريست بتاع السبتم وما بقاش فيه في اس دي. وساعتها بقى عادي نقفل الكليفت. وهنا عمل زي ما اتفقنا مشي على الانيلس بتاع الليفت اي فالف قبل ما يطلع هنا الاي في نود صح. فاحنا لو مشينا كده هنعمل هارد لوك. فساعتها بعد ما نوصل لنهايه الفالف نمشي شويه على الفالف انيلس قبل ما يطلع علشان الكوندكشن. الاوبشن الثاني ان احنا نمشي من بعيد علشان نسيب الكورونري ساينس. اتكلمنا بقى عن موضوع ال طيب ايه السيرجيكال ريزلتس؟ الايرلي مورتاليتي حاجه زي 1-2% اوبسلي بيبقى الريسك بتاع العمليات بتاعه الكومبليت كانال اكتر من البارشال كانال. هم بيبقوا عيانين اصغر طبعا هيبرتنسيف اكتر تانيين بيبقوا سنتين 3 4 سنين والبومر بوتنشال بيبقى اقل وهكذا. انما في انسيدنس لهارد لوك ريكوايرنج بيس ميكر حاجه شبه 1%. عدد كونسيدرابل من العيانين بيخرجوا من المستشفى باتليست مودريت اي فالف ريجرج ان سام ستاديز وصلت ل 10%. واللونج تيرم ريزلتس بتاع العيانين دول انه حاجه زي 7% من العيانين بيحتاجوا ري اوبريشن للليفت اي فالف which is حاجه كونسيدرابل. وبالتالي محتاجين ندي اهميه جامده للريبير بتاع الليفت اي فالف علشان هو ده اكتر حاجه بترجع العيانين فور ري اوبريشنز. الريسك فاكتورز بتاعه المورتاليتي والري اوبريشن تشمل الاولدر ايج ات ريبير لعيانين كومبليت كانال. يعني لو في عيان كومبليت كانال وجالنا عنده حاجه زي سنه ونص سنتين هو ده عيان فضل بالمر هايبرتنسيف فتره كبيره وبالتالي ال كومبليكيشنز والمورتاليتي بتبقى ازيد فيهم. اوبس احنا افترضنا ان هو اوريدي مش ايزنمنجر صح. اذروايز لو كان ايزنمنجر مش هتدخله. انما حتى لو مش ايزنمنجر كل ما نتاخر عليه الريسك بتاعه اعلى ريسك الكومبليكيشنز. انما كمان وارد قوي ان يحصل لهم بالمر هايبرتنسيف كرايسيس. اتكلمنا عن الموضوع ده في درس الفي اس دي. العيانين اللي خرجوا من العمليات بسيجنيفيكانت بوست اوبريتيف ليفت اي فالف ريجرج العيان دول الكومبليكيشنز والنيد فور ري اوبريشن بعد كده اكيد ازيد. العيانين اللي دخلوا العمليات اوريدي بسيجنيفيكانت ليفت اي فالف ريجرج اجان مشاكلهم بتبقى اكتر بعد العمليات حتى لو طلعوا انيشيالي كويسين. لو لقينا نفسنا مضطرين ما نقفلش الكليفت لحد اخره يعني مثلا نيورال ليفلت صغيره جدا وبالتالي لو كنا قفلناها كلها كان هيحصل سيفير ستينوزس فاضطرينا نسيب جزء من الكليفت اللي اوبريشن فيهم اكتر اكيد. عينين اللي عندهم دبل اوريفيس ليفت اي فالف والعينين اللي كان معاهم اذر اسوشيتد كومبلكس كونجنتال هارت ديزيز. اتفقنا العينين اللي عندهم بارشال كانال هم اكثر عرضه ان يديفلوب الفي تو ستراكشر صح علشان الفالف يروح يضيق ال الفي او تي. انما كمان هم اكثر عرضه ان يجي لهم ليفت اي فالف ريجرج حاجه مش بديهيه قوي. انما هو الصراحه عين البارشال كانال القرار بتاع هو احنا نقسم الرايت والليفت فالف فين والفالف تيشو المتاح هو اوريدي قرار متاخد صح. هو اوريدي الفالف لزق في بعض ولزق في كريست على السبتم وبالتالي وي هاف تو ديل وذ التيشوز اللي موجوده. ف
في الكومبليت كانال بنعرف نغش شويه، حتى لو الليفلت تشو ناحيه الليفت مش كتير قوي ممكن نغش وناخد شويه ليفلت من اللي كان المفروض تبقى رايت ناخدها ناحيه ليفت، فيبقى عندنا حريه حركه اكتر شويه، وبالتالي عيانين اللي عندهم باد فالف في الليفت اي فالف بيبقى في البارشال كانال بيبقى اصعب في التعامل من لو كان كومبليت. الحاجه الملفته هنا انه عيانين الداونز السموم بتاعهم بيبقى احسن من النون داونز، غريبه شويه. عيانين النون داونز عاده بيبقى الفالف بتاعهم اصعب. ال different techniques كان ليهم comparable results، اذا كان two patch technique ولا single patch ولا modified single patch، whoever عنده good experience في التكنيك بتاعه ما لقوش فروق كبيره بين التكنيكس وبعضها. فيبقى اتكلمنا على ال complete canal common AV junction، اتكلمنا على الفيتشر بتاع الاتريال سبتم والبرايمري اس دي، الفيتشر بتاعه الفنتريكولار سبتم الانلت في اس دي وال scooped out ventricular septum regardless هو partial او complete. اتفقنا ان ده بيتسبب في longer narrower LVOT و anterior displaced و unwedged aortic valve، واتكلمنا على ال displacement اللي بيحصل في conduction tissue وال implications بتاعت كده، واتكلمنا على ال concepts بتاعت ال double orifice left AV valve، الكونسبت بتاع النيورال ليفلت وقد ايه هو مهم، وبالتالي المسافه اللي ما بين الاي فالف بين البابلاري ماسلز علشان يحدد حجم النيورال ليفلت، و اتكلمنا على الكونسبت بتاع الانبالانسد كانال، واتكلمنا على الديفرنت ريبير تكنيكس وايه الكونسيدريشن اللي بنفكر فيها ديورنج كده. بحب افكر في عيان لو في عيان عنده كومبليت كانال، ايه التشيك ليست اللي بحطها في دماغي، معلومات محتاجه اعرفها وانا داخل اعمله ريبير كله بقى، علشان هو تعالوا نبص بنظره شموليه كده كبيره بعيده قبل ما نقول انا داخل اعمل عمليه هحط باتش فين واخد انهي غرز. مبدئيا هو ده عيان هو ايزومريك ولا مش ايزومريك؟ لاحظوا ان عين الايفي كانال هو حاجه فيري كومن مع عين الايزومرزم. اوكي، العيانين دول عندهم نورمال فينس درينج ولا ابنورمال؟ وارد قوي انه يبقى عنده ليفت اس في سي داخل في كورونري ساينس، ودي ليها امبليكيشن في حطه الباتش، انما كمان وارد قوي انه يبقى عندهم توتالي انروفد كورونري ساينس مع ليفت اس في سي ده، ومساعتها نلاقي نفسنا محتاجين لو قفلنا كده عادي هيفضل في ليفت اس في سي رايح ليفت اتريوم، ومساعتها محتاجين نعمل حاجه، وبالتالي يبقى من الاول كده السيتس هو ده عيان ايزومريك ولا لا، والامبليكيشنز بتاعت كده هي دي حاجه كومن اكيد، والفينس درينج عايزين نعرف الاتريال سبتم عاده بيبقى برايم اس دي، ممكن معاها يبقى معاها بي اف او او سكندم اس دي، انما احيانا مش بطاله يبقى عندهم كمان كومن اي في جنكشن. الالاينمنت بين الاتريال سبتم والفنتريكولار سبتم احيانا مش بطاله يبقى الاتريال سبتم مال الاين شويه ورايح حاجه كده اسمها دبل اوترات اتريوم، سواء هتكلمنا عليها المره الجايه. انما كمان الاي في فالف والديفلوبمنت بتاعه بقى والميورال ليفلت والبابلاري ماسلز اللي حواليها وهكذا، ورستري كلاسيفيكيشن لو احنا مهتمين، الفي اس دي والديبث بتاعها بتاع الفي اس دي، وقد ايه بيتسبب ده في ال الفي تيوب ستراكشن والسكوبد اوت فنتريكولار سبتم، وضع الاي في فالف على الكريست بتاع السبتم، وبالتالي لو هو مرحل جامد هيبقى انبالانسد، قوم ده عيان لو هو عنده انبالانسد كانال يبقى ده عيان مش هيعمل العمليه دي اصلا صح، وبالتالي لما ابص على الفنتريكلز هل هم ويل ديفلوبد ولا لا، وقد ايه هم بالانسد، الاوت فلو بتاع الفنتريكل وعنده الفي تيوب ستراكشن ولا لا، واوبسلي لو كان كده هو اكثر عرضه انه لو الدم اللي طلع من الالفي ما كانش كتير يبقى اكثر عرضه ان يجي له كوركتيشن مثلا علشان هو الدم ده رايح هناك. فبعوز افكر فيها سيكوينشال عشان الواحد ما ينساش حاجات، وبيبقى يفكر في السيتس الفينس درينج الاتريال سبتم اذا كان بقى كومن اتريوم ولا سبتيتد وهكذا، والايفي فالف الفنتريكولار سبتم معها اسوشيشن ولا لا، لو في ال في او تي اوبستراكشن او ار في او تي اوبستراكشن يمكن يكون فلو، ولو في بقى الفنتريكال بالانس طبعا والكوركتيشن وهايبرسكوبشن. حد عنده اسئله؟ شكرا جزيلا.